يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا بإذن الرحمن، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. بنرحب بكل حضراتكم فيها. صباح الفل عليك يا صباح الخير. صباح الخير يا كريم، صباح الخير والهنا على حضراتكم جميعا. أكيد كان نفسنا النهاردة نيجي نقول صباح النصر، ولكن على كل حال يعني إحنا بنتكلم برضو في 38 ماتش، يعني انتصار دون هزيمة واحدة، فقدر الله وما شاء فعل. أكيد كنا نتمنى إن إحنا نختم هذا الموسم للدوري يا كريم، وان احنا ما عندناش خساره يعني وحيده، ولكن ما فيش مشكله، احنا عندنا برضو ملابسات كتيره جدا وحصل احداث كتيره جدا حابين احنا اكيد نتطرق ليها النهارده. يعني مش عايزه اخش قوي في تفاصيل يا كريم، هنترك ده للفقره الحواريه، لكن انت كان عندك برضو مشاهد مختلفه الصراحه، وعندك اجهاد بشكل كبير جدا. كولر حتى تحدث عنه، قال لك انا مش هقدر، وهنيجي لتصريحات كولر، قال لك انا مش هقدر اكتر من كده اضغط على اللعيبه، اعتمد على بعض اللعيبه اللي هي موجودة معانا في الفريق ويريح بعض اللعيبة الأساسية، يعني حاول ان هو يعمل حاجة، لكن برضو كان في بعض التجاوزات، كان في بعض خليني اقول اللعبة برضو من بيراميدز بصراحة كان في تاكتيك حلو جدا في بداية المباراة. مش هنقدر ابدا نقلل من المنافس، لكن قدر الله ما شاء فعل. هنتكلم في كل التفاصيل النهاردة ان شاء الله على مدار الحلقة. خلينا نقف شوية كده عشان حتى نتوجه بكلامنا ده للبعض من الأهلاوية اللي كانوا متضايقين قوي نايمين متعكنين، والبعض من الجماهير الغير أهلوية اللي بتميل لأن هي تزيط في الزيطة. تعالوا نفكر في الموضوع كده بالمنطق. لو هنتكلم على الدوري، النسخة دي من الدوري، الأهلي لعب فيها 33 ماتش، فاز ب 25 ماتش، وتعادل في 7 ماتشات، وخسر مرة واحدة في يعني مباراة وحيدة يتيمة فقط لا غير. كنسبة هي شرحة نفسها، يعني طبعا كتير من الأهلوية حتى للتاريخ ان يبقى في مثلا ايه موسم كامل عدى بلا هزيمة، ولكن لما يكون في موسم اتلعب فيه اكتر من 33 مباراة وتهزمت مرة واحدة ما هياش نهاية المطاف، ولا انا في حاجات ما بعرفش استوعبها. وبعدين في الاخر انها هي كرة قدم، فوارد جدا يبقى فيها مكسب، وارد جدا يبقى فيها خسارة. بالزبط. انت بتتكلمي طبعا صح، امبارح كان بيراميدز بيلعب بشكل كويس، الامر لم يخلو طبعا من وجود بعض التحفظات والملابسات. تعالوا نحلل كده من على الوش ماتش امبارح. الماتش ده طبعا اللي انتهى يعني ب 3-0 لصالح بيراميدز. المباراه في الاول وفي الاخر هي تحصيل حاصل، ليه؟ لان الموضوع محسوم من قبل منها فتره طويله، والدرع مستقر في مكانه الطبيعي وبيته ومطرحه. فدي نقطه. النقطه الثانيه زي ما نهاوند كانت بتقول لحضراتكم من الحاجات اللي كانت يعني ناس كتير خدوا بالهم منها امبارح، فكره ان كولر كان فعلا متعمد انه يشرك اكبر عدد ممكن من اللعيبه الشباب، ودي في حد ذاتها حاجه مش وحشه. شفنا ان كان في احتكاكات بخشونه متعمده ومتكرره، ما شفتش ان الحكم كان حريص قوي على التدخل لمنعها. يعني ناس كتير برضو كان ليها تحفظات على اداء التحكيمي في مباراه يعني الامس، وشافت ان الموضوع كان ممكن يبقى اظبط من كده بكتير، ولكن في الاول وفي الاخر هنرجع ونقول دي هزيمه وحيده في موسم كامل، دي حاجه ما تزعلش. مبروك لبيراميدز، هارد لك للنادي الاهلي، وفي الحالتين الدرع الدوري في بيته. ولا ايه؟ لا ولا ايه طبعا، مش ولا ايه، كلام محترم جدا. انت حاسم الدوري قبل الزمن بزمن زي ما بيتقال، زي ما انت جمعت عدد المباريات اللي فزنا فيها بالتعادل، يعني 38 مباراه انت مش محقق فيهم اي هزيمه، فعادي كل ده وارد ان هو يحصل. كولر زي ما كنت بقول لحضراتكم من امبارح اتكلم في اكتر من نقطه، ذكر قد ايه كانت هذه اللعيبه مضغوطه، ذكر ان ده اصلا عمره ما بيحصل في اي حته في الدنيا، لكن احنا تاني هنرجع نقول هو ما كانش بيعلق يعني الهزيمه على شماعه معينه، هو كان بيشرح الموقف. بالمناسبة هو بيقول نفس الكلام ده يا كريم حتى وإحنا فايزين في المباريات، يعني الكلام لا يختلف أو تصريحات لا تختلف بعد هزيمة أو بعد فوز. هو دايما ما يتحدث كولر عن فكرة الضغوطات والإجهاد اللي بيتعرض ليه لعيبة الأهلي بطبيعة الحال اللي بقالنا كذا موسم بنتكلم عليه. امبارح من الأتفضل أنا آسف جدا بس في النقطة اللي أنت بتقوليها ده قالها يعني بعباره واضحه جدا، قال لك ده الجسم بيصرخ وبيقول لك اديني اجازه. يعني والله ده المكن بيصرخ، ما بالك انت بني ادم وانسان ومن حقك تتعب ومن حقك، يعني دول بشر في الاول وفي الاخر. طبعا احنا كجماهير بنبقى منتظرين ان هم كل مباراه يبقوا متالقين افضل من اللي قبلها، لكن في الاول وفي الاخر انت لو بصيت لهم بعين انسانيه شويه هتلاقي ده اكيد دول بشر، ما فيش اي مشكله. وكده كده حتى لو خسروا بالمناسبه هم مشرفينا في كل المشوار حتى هذه اللحظه، يعني كنا نتمنى الفوز، لكن كان في بعض الملابسات، كان في بعض يعني العلامات الاستفهام الموجوده الخاصه بالتحكيم وغيره وغيره، هنتكلم في كل ده. بس لازم اتطرق لامر مهم جدا، هو الموقف اللي حصل من حسين الشحات. طبعا بص
الكلام اختلف بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، ومش بس السوشيال ميديا، كمان على منابر الاعلاميه المختلفه ومن زملائنا في القنوات المختلفه يعني. وانا كنت امبارح قاعده بسمع اكبر كم من التعليقات، كتير ناس قالت لك حسين الشحات تم استفداده من هذا اللاعب بشكل كبير، ودي مش اول مره يعني هذا اللاعب يتطرق او يعمل حاجه زي كده، وهو ما دائما بيستفز اللعيبه وخصوصا لعيبه النادي الاهلي. فده ناس كانت بتتحدث بهذا الشكل. على الصعيد الثاني ناس كتير كانت بتقول لك حتى وان ده حصل برضه ده حسين الشحات يعني بيمثل النادي الاهلي، فلا يصح حاجه زي كده، علشان هو حسين الشحات ولا يمثل وبيمثل النادي الاهلي، واكيد لا ننتظر حاجه غير كده. فعشان كده القرار اللي انا بقوله لحضراتكم كالاتي: قرار او قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي توقيع غرامه ماليه كبيره على اللاعب حسين الشحات بعد المشاده التي حدثت عقب مباراه اليوم. ده تصريح وبيان رسمي من النادي. زي ما بقول لحضراتكم احنا ما بنقراش حاجه غير لما بتكون بصيغه او بصوره يعني رسميه. على كل حال خلينا نروح نتابع تصريحات كولر ونرجع نكمل. Es ist natürlich so, dass wir haben alle Titel geholt, die wir holen können hier in Ägypten. احنا اول بس حاجه عشان نبقى واضحين، احنا حصلنا على كل البطولات اللي احنا دخلنا فيها اصلا. Und die Meisterschaft ist gelaufen. والدوري خلاص خلص واحنا خدناه. Und wir haben jetzt irgend 9 Punkte, glaube ich, Vorsprung. متهيألي ان احنا متقدمين كمان بتسع نقط عن المنافس. Pyramids ist fertig mit der Meisterschaft. Wir haben noch ein Spiel. بيراميدز خلص الدوري بالنسبه له، خلاص ماتشات الدوري احنا لسه عندنا ماتش. فهم خلاص مش هيقدروا يقربوا مننا اكتر من كده، فرق النقط خلاص زي ما هو. احنا كل ماتش ضدهم كسبناه. وبعدين هم كسبوا النهارده واحتفلوا بعدها احتفال كبير جدا. هم لا هم خدوا مننا بطوله ولا حتى قربوا مننا في النقاط، احتفلوا النهارده واعتبروه مكسب ولعبوا احسن مننا النهارده طبعا، تمام هم فرحانين بده كويس. مفيش فرقه في مصر ولا يمكن في القاره كلها لعبت عدد ماتشات زي اللي الاهلي لعبها. Das ist auch normal, dass ich irgendwann müde bin, dass ich irgendwann müde bin im Kopf, dass ich müde Beine habe und dass ich einfach nur noch in Urlaub möchte. Dass ich einfach Fußball ist hier, die ist nicht mehr klar und ich habe keine Freude mehr und dann muss ich in Urlaub gehen. وطبيعي جدا بعد كل عدد الماتشات اللي كلها شدتها عالية دي ان انا كلاعب اوصل لمرحلة ان انا مش قادر. مش قادر. مش قادر بدنيا. مش قادر ذهنيا. مش قادر. مش قادر ابص حتى على الكورة. مش قادر اشوفها. دماغي ما بقتش صافية. مش ذهني مش صافي. خلاص مش قادر. رجلي مش قادرة تشيلني من كتر التعب والارهاق اللي انا فيه. بس جسمي بيصرخ بيقول عايز اجازة. عايز اجازة ومحدش رحمني وعايز يديها لي. ده اللي الحالة اللي احنا فيها دلوقتي. Wir können nicht nur immer verlangen von den Spielern, sondern wir müssen auch Verständnis haben und wissen auch, okay, ja, jetzt ist die Flasche voll, jetzt geht nichts mehr rein, okay, ja, und jetzt müssen wir Dampf rauslassen, also wir brauchen absolut ja, Ferien, Urlaub. Das muss zwingend notwendig sein. ومش ممكن ان انا هفضل دايس على اللعيبه على طول ونفضل طول عمرنا نيجي على اللعيبه. Das muss der Verband verstehen, das müssen alle anderen verstehen und wir müssen das durchbringen. ولازم ان انا اتعامل مع اللعيبه دي انها بني ادمين من لحم ودم، عندهم قدرات وخلاص وصلوا لمرحله ان هم بيتحرقوا، خلاص مش هيقدر يدي اكتر من كده، وده متوقع جدا بعدد الماتشات دي. وللاسف مفيش حد في المنظومه كلها قادر يفهم ده، قادر يفهم ان هم بني ادمين وان انا ما اقدرش ادوس عليهم اكتر من كده، وان هم وصلوا لمرحله خلاص لازم اتحاد الكوره وكل المسؤولين عن الكوره في مصر وفي المنطقه يفهموا ان اللعيبه دي محتاجين اجازات والا هنخسرهم لمدى طويل جدا. لازم تفكروا في اللعيبه دي انها بني ادمين محتاجه راحه. على فكره نقاط مهمه جدا الاخيره كمان اللي اتكلم عنها كولر. تاني تاكيده كل مره ان اللعيبه دي مش يعني مكن واللعيبه دي بشر وما ينفعش نضغط عليهم اكتر من كده، ده كلام في غايه الاحترام. وفكره ان هو يا كريم ما بيلومش اللعيبه على اي تقصير لان هم مقدمين موسم اكثر من رائع وتاني حاسمين الدوري قبلها بزمن، فالراجل فاهم كويس قوي اللعيبه دي قدمت ايه وعامله شغل ازاي هذا الموسم، واكيد الجماهير بطبيعه الحال فاهمه ده، لكن تاكيده على ان هم بشر يعني ده برده خلينا نحط كده في الاعتبار شويه رحمه ورأفه بيهم. ده رقم واحد.
رقم 2 برضو لما جه اتكلم عن الاحتفال الخاص ببيراميدز، انا بصراحه ده لفت نظري امبارح. يعني ما فيش مشكله طبعا، بيراميدز لعبوا لعب كويس جدا وقدموا مباراه قويه جدا رغم كل حاجه، ما فيش مشكله، لا لعيبه كانت كويسه وبتلعب بشكل كويس، بس فعلا الاحتفال اللي حصل بعد كده انا شعرت ان هم خدوا الدوري واحنا مش عارفين. يعني عارف لما حد يبقى شايفك حاجه كبيره قوي، وبالمناسبه دي حاجه بسطانه، يعني احنا مبسوطين ان احنا نشوف ده، بس حد في حد يكسبك يا كريم، هو كانه كسب الدوري كله. الاحتفال كان مش قصه مباراه فازوا فيها بجد، والله اكيد حضراتكم شفتوا، هو كانه خدوا الدوري، فازوا على النادي الاهلي، بالنسبه لهم اكيد خدوا الدوري، فما فيش مشكله، مبروك ليهم يعني على المباراه امبارح، اداء محترم، واحنا كمان الحمد لله حققنا اللي نقدر عليه، ما فيش اي ازمه، زي كنت بقول قدر الله يعني ما شاء فعل. انا واحد من الناس اللي بتشوف انه وماله، يعني اللي فاز يحتفل وماله، ما فيهاش اي حاجه، والله بتكلم جد حقيقي، لعبوا ماتش حلو بغض النظر عن شويه التحفظات اللي موجوده عند معظم الناس اللي تابعت المباراه، لكن بشكل عام ده المنطق اللي لازم يكون بيحكم كل الامور. مباراه فيها طرفين، فريقين، بطبيعه الحال مع نهايه المباراه لازم هيكون في فريق فايز نهنيه وفي فريق خسران نقول له هارد لك، بس الموضوع مش ابعد من كده ولا اكبر من كده. طبعا اللي من حضراتكم بيتابع تصريحات مستر مارسيل كولر في المؤتمرات الصحفيه اللي بتعقب كتير من المباريات اكيد خد باله ان الراجل ده دايما كلامه موزون وموضوعي وبيحط كل النقاط فوق الحروف بشكل مظبوط، عمرنا ما حسينا ولو للحظه انه بيدور على اي شماعه عشان يعلق عليها اي اخفاق، دايما كلامه موزون. فتعالوا بقى نروح لملف تاني بمناسبة برضو يعني كلامنا، عايزين نتكلم معاكم شوية عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اللي أعلن إن بكرة إن شاء الله يوم الثلاثاء سيتم إجراء قرعة الموسم الجديد، موسم 23-24 للمراحل التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وقرر إعفاء الأندية العشرة الأولى من تصنيف الخمس سنوات الخاص بالاتحاد الإفريقي من المشاركة بالدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا. معنى كده إيه؟ معنى كده إن الأهلي بطل طبعا دوري أبطال النسخة الأخيرة، وبيراميدز هيتم إعفائهم من المشاركة في هذا الدور، وهتكون مشاركتهم ابتداء من الدور الـ 32. بالنسبة للكونفدرالية استقر الكاف على إعفاء أول 12 نادي من التصنيف ذاته من المشاركة في دور الـ 64 من البطولة، ومعنى كده أن الزمالك هيتم إعفائه من المشاركة في هذا الدور، وهيبتدي مشواره في البطولة من دور الـ 32، وهيشارك فيوتشر في دور الـ 64 طبعا نظرا لكونه خارج قائمة الـ 12 نادي في تصنيف الكاف. طبعا زي ما كل حضراتكم عارفين الأهلي بيحتل صدارة تصنيف الأندية خلال الخمس سنوات الأخيرة الخاص بالكاف، ويحتل بيراميدز المركز العاشر، الزمالك في المركز السادس، وفيوتشر في المركز 57 في التصنيف. كلام محترم جدا. تعالى بقى نطمن برضو على المنتخبات بتاعتنا المختلفة، وفكرة ان برضو بنسمع عن نجاحات مختلفة لمنتخباتنا في رياضات اللي هي يمكن كمان ما كانش ليها باع كبير جدا، ومؤخرا احنا عمالين نسمع عن حصد لميداليات وتحقيق بطولات رائعة جدا. هروح للمنتخب الوطني للكونغ فو تحديدا اللي فاز بأربع ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية اللي احنا بنتكلم عنها المستمرة لغاية غدا ان شاء الله 25/7، هي مقامة بكونغ ديفوار، بس فكرة ان انت بتنافس ومحقق دلوقتي اربع ميداليات ذهبية حققوها لنا ابطالنا عندك سارة صلاح ويوسف محمود ومروان عاطف عبد المقصود ورؤى خالد، فاعتقد ده شيء رائع جدا طبعا. والبعثة كلها بتضم 11 لاعب ولاعيبة، فيعني لحد دلوقتي شغل اكثر من رائع، بالتوفيق كمان طبعا أكيد. في اللي جاي ومش لوحدهم اللي عاملين شغل رائع الحقيقه، كمان لازم نروح لمنتخب مصر للجودو اللي بيشارك في منافسات البطوله الافريقيه للشباب والناشئين يوم 27 يوليو الجاري، طبعا مقامه في يوم 27 يوليو الجاري في مدغشقر. البطوله دي بيشارك فيها 17 منتخب باجمالي 138 لاعب ولاعبه، وبطبيعه الحال عندنا امل كبير ان شاء الله ان هم يشرفونا زي ما احنا مستنيين منهم. حلو جدا، يا ريت بس كل ده يصب في الاخر ان انت يبقى عندك اولمبيكس او يعني اولمبيات وبارالمبيات رائعه، ومش بس رائعة كمشاركة، رائعة كمان مش في عدد المشاركات، في عدد حصدنا للميداليات، لأن ده مهم. إن إحنا كل أنا فاكرة كل أولمبياد بنقول إن شاء الله اللي جاي نعوض، حتى رؤساء بعض بصراحة الاتحادات يقول لك معلش اللي جاي هنعوض، إحنا نفسنا بقى ما نقولش إن اللي جاي هنعوض، نفسنا إن إحنا في أولمبياد ما إن
شاء الله يعني نحصد الميداليات الذهبيه والفضيه اللي نستحقها والعدد كمان منها اللي نستحقها، لان حقيقي انت بتتكلم في عدد مشجعي كبير جدا بالملايين، اكتر من 100 مليون مصري بيدعم هؤلاء الابطال اللي بيرفعوا اسم مصر في النهايه في كل المحافل العالميه والكبيره جدا والكبرى، اللي بنتمنى فعلا ان هم يحققوا لنا اكبر قدر فيها من الميداليات. يعني اذا كان في مشاكل، اذا كان في اي حاجه، احنا دايما بنسال يا كريم ابطالنا، نسال رؤساء الاتحادات اللي بينورونا طبعا في البرنامج، ونقول لهم لو في اي حاجه من دلوقتي خلينا نتكلم، نوصل صوت حضراتكم للمسؤولين، لوزاره الشباب والرياضه، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المعني باي مشكله بالمناسبه هتكون موجوده ان هو يحلها، فقولوا لنا، لان الراجل لا يتاخر، هذا الوزير لا يتاخر والوزاره لا تتاخر، ده مفروض وده شغلهم، والمسؤولين اكيد في الاول وفي الاخر كلهم يتمنوا ان بعثتنا المصريه في الاولمبياد تحقق اكبر قدر من الميداليات، نجاح لينا كلنا. هو ده اللي المفروض يحصل كمان، بما يتماشى مع ان حصلت طفره اخيره في يعني في الفتره الاخيره من الدوله، وشفنا مجموعه مشروعات مع كل المجهودات وصناعه البطل الاولمبي. طب ما هيبقى اولمبي ازاي غير لما يشارك في دورات اولمبيه ويحصل من خلالها على ميداليات؟ ده اللي احنا مستنينه منهم، وان شاء الله يحصل باذن الله. ان شاء الله يا كريم، نتمنى ذلك يعني، وزي ما كنت بقول بيدعي لكم اكتر من 100 مليون مصري تقريبا. هنروح نتابع درجات الحراره والطقس ونرجع نكمل. طيب، زي ما احنا تابعنا يعني الارتفاع الملحوظ في درجات الحراره واتكلمنا عن ده وغطيناه، وبرده يعني زملائنا في المنابر الاعلاميه المختلفه كتير اتكلموا كمان بالتفصيل عن الارتفاع الملحوظ في العالم كله في درجات الحراره، لكن من الحاجات بقى والجانب الحلو، انا دايما بشوف ان كل حاجه يا كريم يعني مش الطف حاجه بتحصل، او لو في ماساه او في مشكله او في ظاهره او غيره بتحصل بنطلع منها بحاجه حلوه، يعني كل حاجه وحشه لازم فيها حاجه حلوه. بمعنى احنا بنتكلم على ارتفاع درجات الحراره وقد ايه الناس يعني ناس كتيره جدا متضرره من هذا الارتفاع اللي هو غير مسبوق الى حد ما تاني في العالم كله، بس بعد المشاهد الانسانيه اللي بتحلي بقى الموضوع. امبارح كان في، وانا هتكلم عن مصر هتكلم برضو لان انا شفت يعني لقطات كتيره جدا في العالم كله كانت بعض المواقع الاخباريه نشرها. امبارح كان تحديدا موجود في شارع التحرير راجل، يعني راجل على قد حاله يعني قاعد على الرصيف وظروفه يعني صعبة، ولكن المشهد الحلو إيه؟ حتى أنا علقت على الصورة دي قلت لك البعض أغنياء بما يملكوه من إحساس. الراجل قاعد بيهوي الكلب، كلب بلدي في الشارع، واضح إن هو تعبان من ارتفاع في درجات الحرارة. الراجل ماسك ورقة وعمال يهوي للكلب، فيعني مشهد جميل، مشهد جميل. عايز اقول لحضراتكم ناس كتيره كانت مبسوطه من ده. الفكره فعلا ان احنا يبقى عندنا احساس بالاخر، شعور بالاخر، ومش بس البشر، ممكن الكائنات الحيوانات، الرفق. في ناس دخلت طبعا الجنه زي ما ربنا كان بيتكلم، والرسول عليه الصلاه والسلام بيتكلم يقول لك ان في ناس دخلت الجنه عشان رفقت بقطه وكلب، يعني الحيوان. فالاحساس ده اهم حاجه، ومش موجود بصراحه عند ناس كتيره يعني بالمناسبه، بس يعني احلى حاجه ان الواحد يطلع افضل ما عنده في الظروف الصعبه. برضه في الكويت كان في فيديو حلو جدا لراجل صاحب محل، كانت قطه عماله تخبط، لو انت شفت انتشر خبط على الازاز جميل. عايزه تدخل قال لها ادخلي، واول حرامه القطه دخلت نامت يعني. دول برضو روح بغض النظر عن اي حاجه، روح. فالاحساس احلى حاجه، يا ريت تبقى عندنا كلنا بجد يعني، ويعدي الموجه دي بقى على خير، عشان كده تو ماتش الصراحه. الراحمون يرحمهم الرحمن طبعا. واحنا في امس الحاجه لوجود الرحمه وتفعيلها جوانا بينا وبين بعض كبشر وبيننا وبين بقيه مخلوقات ربنا، اللي بالمناسبه ممكن جدا فعلا يكونوا هم بوابة كل واحد فينا لدخول الجنة، وبالقدر الأقل من العطاء. يعني ممكن واحد وهو نازل مثلا يبقى حاطط تحت بيتهم أو تحت العمارة بتاعتهم أو على ناصية الشارع طبق صغير يحط فيه شوية مية بس ويمشي، مش بيج ديل، لكن دي ممكن تفرق كتير جدا معاه هو شخصيا. بالمناسبة احنا اللي محتاجين نعمل ده، يعني اللي بيقدم خير هو بيقدمه لنفسه قبل ما يكون بيقدمه لأي بني آدم تاني، هو أول المستفيدين منه. ففكرة ان الراحمون يرحمهم الرحمن لازم نفعلها ما بيننا الفترة اللي احنا فيها دي في الاجواء اللي بيعلم بيها اللي ربنا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل، اتفضلوا. عودة لي 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى نعرف ايه اخر الاخبار والمستجدات في الفروع المختلفة والفرق المختلفة للنادي الاهلي من خلال زميلتنا العزيزة روزان نصر. روزان متواجدة حاليا في اهلي الجزيرة. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. روزان متحمصه تقريبا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل بالفعل يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. ولكن بحب الصيف في بدايه كلامي.
طيب من داخل طبعا مقر النادي الاهلي فرع الجزيره متواجده مع حضراتكم لنقل اخر الاخبار والمستجدات. يعني خلاص قفلنا يعني مباراه بيراميدز بالامس، ومارسيل كولر المدير الفني بعد المباراه طبعا منح جميع اللاعبين راحه لمده 4 أيام، يمكن يعني كمان بسبب حالة الإرهاق والتعب اللي شفناها أكيد عليهم كلها في مباراة الأمس، وقرر إعفاء اللعيبة الأساسيين والكبار طبعا من الميران وإبعادهم عن مواجهة المصري المقرر لها طبعا يوم الأربعاء المقبل. وأبلغ كولر اللاعبين بالقرار طبعا خلال المحاضرة التي عقدها باستاد مختار التتش بعد مباراة الأمس. كمان قرر الجهاز الفني خوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الأربعاء باستاد الجيش المصري ببرج العرب بمجموعة طبعا البدلاء وعدد من الناشئين على أن يعود الأساسيين للتدريبات يوم الخميس المقبل استعدادا طبعا لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 30 يوليو. يعني خلينا كمان نقول انه اكيد دي فرصه كبيره جدا بالنسبه للناشئين انهم يخوضوا مباراه كبيره زي المصري البورسعيدي، واكيد الاهلي دايما زي ما بنقول بمن حضر، وان شاء الله يعني يكلل كمان فوز النادي الاهلي في هذه المباراه. كمان خلينا دايما زي ما بنذكر كل يوم نفكر المشاهدين بالعضويات. يعني قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي واشار انه في اقبال كبير جدا يعني على الاشتراك في عضويه النادي الاهلي في الفرع الجديد، كما أن مجلس إدارة النادي طبعا مد فترة العمل بالرسوم القديمة دون زيادة حتى 30 أغسطس طبعا، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة للاشتراك طبعا بداية من أول سبتمبر المقبل. سريعا خليني طبعا انقل لكم الاجواء هنا في النادي، يمكن درجات الحراره مش محتاجين نتكلم عنها يعني كالعاده، ما زالت الموجه الحاره مستمره وده يمكن اكيد مؤثر بشكل او باخر على توافد الاعضاء طبعا هنا في الجزيره، ولكن يعني اللي متعودين يكونوا متواجدين هنا في النادي بيمارسوا يومهم بشكل طبيعي جدا، منهم اللي بيتناول طبعا وجبه الافطار، منهم كمان اللي بيشتغل على اللابتوب، ومنهم كمان اللي حاضر مع ابنائه لوجودهم طبعا في التدريبات الصباحيه سواء سباحة أو غيرها من الألعاب الأخرى. دي كانت أهم وأبرز الأخبار اللي معايا النهاردة، بشكركم وأعود ليكم مرة تانية. احنا بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا، وربنا يعينك بقى الفتره اللي جايه دي انت وكل زميلاتك. لا يا مبسوطه، يعينها ليه؟ خليها، مش هي بتحب الصيف؟ هي من محبي الصيف، هي بتعشق الصيف. بس كده معانا بقى معانا في اغسطس ان شاء الله، معانا في اغسطس كل التقارير الخارجيه روزان نصر، احنا هنطلب ان هي اللي تعملها حقيقي. يعني كل التحيه لكل زميلاتنا الحقيقه، يعني بيبقوا دايما حريصين يكونوا موجودين معانا يوميا ويعرفونا اخر المستجدات اول باول ايا كانت الاجواء. على كل حال تعالوا نطلع فاصل. لا فاصل مين انت؟ ايه ده، ما فيش فاصل ليه كده؟ مش جالي احساس كده والله العظيم، جالي خاطر والله العظيم جالي خاطر ان احنا عاده بنطلع فاصل بعد المراسلين اللي معانا. يلا خير، يلا يلا نكمل. يلا بص تعالى هاخدك للسعوديه ونادي النصر السعودي. احنا قلنا الفتره اللي فاتت وبقالنا يمكن 3 أسابيع حاليا بنتكلم عن يعني الانتقالات المختلفه للعيبه كبيره جدا من اوروبا بتنتقل للدوري السعودي. النهارده بنتكلم عن لاعب جديد انضم للنصر السعودي، بنتكلم عن أليكس تالس طبعا لاعب مانشستر يونايتد، ومفروض هيكون يعني موجود ومقابل 7.5 ملايين يورو هيكون موجود مع النصر السعودي، عنده 30 سنه. يعني كان بيلعب في مانشستر يونايتد وجيم بعد قبلها كان من بورتو البرتغالي، وبعد كده راح الموسم الماضي كانت اعاره طبعا لاشبيليا الاسباني. لاعب برده طبعا له ثقه له، وفي نفس الوقت برده انا بعتقد ان النصر او الدوري السعودي عامه الانديه المختلفه مش هتعمل صفقه الا لو كانت متاكده يا كريم برده ان هي هتضيف الى الى حد كبير. ف يعني خليهم، انا حابه ان انا اسمع مزيد ومزيد من الصفقات اللي زي كده، فعلا الواحد عايز يتخيل بعد فتره ازاي هيبقى في متعه او متعه الدوري السعودي هتوصل لاي ليفل لاي مرحله، ده اللي احنا منتظرينه لحد دلوقتي. يعني واضح كده ان مش مجرد رؤيه كريستيانو رونالدو، كمان تصريحاته اللي قالها في مرحله مبكره من انضمامه للدوري السعودي، قال لك ان خلال موسم او اتنين بالكتير هيبقى الدوري السعودي من اقوى 5 وفي رواية أخرى 10 دوريات على مستوى العالم. في الحالتين احنا بنتكلم على دوري فعلا هيكون لافت للأنظار نظرا لاستقطابه أهم وأتقل وأشهر وأغلى أسماء اللاعبين كرة القدم حول العالم.
بالمناسبة يعني احنا بنتكلم معاكم عن الأجواء الغريبة، طبعا حضراتكم عارفين الكوكب كله بيشتعل هذه الفترة، لكن ده ما يمنعش ان في بلاد معينة او دول معينة الأجواء فيها مختلفة تماما، كما هو الحال في بانكوك تايلاند. امبارح كان المفروض يكون في ماتش ودي ما بين كان مين ومين امبارح، ليستر سيتي كان هيلاعب توتنهام هوتسبير، لكن تم الغاء هذا اللقاء نتيجة طبعا الأجواء شديدة الصعوبة والأمطار اللي غرقت الدنيا، فطبعا ما كانش ينفع المباراة دي تتلعب بأي حال من الأحوال وتم إلغائها، وهتتلعب إن شاء الله في يوم تاني هيحددوا تاريخه لاحقا. كلام جميل. أنا عايزة أروح معاك سريعا برضو للمنتخب الأولمبي لو تسمح، يعني لأن برضو الخبر ده أعتقد أنه خبر جيد لما تيجي تسمع أن طبعا ميكالي وبيتكلم عن الوديات اللي احنا عدنا نقول يا جماعة خلوا أكبر قدر من الوديات أنه هو يتم على الأرض حاليا علشان نعد المنتخب بتاعنا بشكل رائع جدا قبل باريس، يعني إن شاء الله 2024 وقت بيجري على فكرة، فضل شهور مش سنة، فالدنيا كانت محتاجة فعلا وديات، وده التصريح اللي قاله أو ده الطلب او المطلب الاساسي اللي اتكلم عليه ميكالي، قال لك انا هقود عايز 8 وديات قبل طبعا السفر، واعتقد ده مشروع جدا. هو على كل حال برضو لما تيجي تقيم المسيره كريم انت بتتكلم فيه طبعا بعد يعني بعد او بغض النظر عن الخساره امام المغرب، انت بتلعب 17 يعني مباراه تحت قياده ميكالي، فزت في 10 وخسرت في عفوا تعادلت في 7، فبرضو بلغه الارقام انت ماشي بطريقه كويسه او ماشي يعني وتيره او منوال كويس، ف رائع جدا وحلو جدا ان احنا نسمع ان ده بيتم دلوقتي. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الاولمبي. للمنتخب الاولمبي بالمناسبه يعني كان عليه انتقادات كتيرة جدا في البداية كالعادة، الناس كانت تقول لك أنا كل موسم كل فترة كل سنة ما بشوفش يعني أو كل بطولة يعني ما بشوفش أداء مختلف من المنتخب الأولمبي لأسباب كتيرة جدا، قال لك مش كل اللعيبة بتلعب فيه مع الفريق الأول أساسي، ما عندهمش من الخبرات اللي تؤهلهم إن هم يلعبوا مع يعني منتخبات كبرى، معظم اللعيبة بتاعتها بتلعب بشكل أساسي في الفريق الأول بتاعهم، يعني أسباب متعددة، لكن إحنا جينا قلنا تاني خلينا نشوف، خلينا ندي الثقة للمنتخب الأولمبي بتاعنا ونشوف هيحصل ايه. وانا بشوف بصراحة ان لحد هذه اللحظة الناس قايمة بدور كويس جدا، اللعيبة قايمة بدورها والجهاز الفني قايم بدور كويس جدا، نتمنى الافضل في الفترة اللي جاية لان الفترة اللي جاية اصعب بكتير من الفترة اللي فاتت كمستوى الكرة وغيره واللعب والمنتاليتي وكل حاجة، فنتمنى التوفيق ليهم. بس انا عجبني فكرة طلبه لوديات وبهذا الشكل وبهذا الكم طبعا عشان يعمل اعداد جيد للمنتخب، فده امر محترم صراحة، طلب منطقي جدا وكنا مستنيين نسمع عنه من فتره طويله الحقيقه، لان في ناس كتير الحقيقه يعني لما بتيجي سيره المنتخبات تلاقيها يعني ايه قاعده مستنيه تشوف اي حاجه جديده، لان احنا قعدنا فترات مش قليله الحقيقه ما بنسمعش عن المنتخبات سواء الاول او المنتخب الاولمبي ويمكن الاولمبي بصفه خاصه، ما بنسمعش غير ان في عطله او ان في مشاكل او ان في تغييرات في الجهاز الفني والاداري او ان، فيعني عايزين نشوف بقى ما يرضي جماهير كره القدم المصريه وبما يتماشى مع فكره ان احنا عندنا عناصر جيده جدا الحقيقه لما مواتية مظبوطة وفي خطة محكمة محطوطة لهم، إعداد مظبوط وديات مظبوطة معسكرات مظبوطة، المفروض ينتج عن ده حاجات تبسطنا، فده اللي احنا مستنيينه عموما من المنتخبات بشكل عام. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الرياضة اللي هنتكلم عنها في الفقرة الأولى الحوارية في حلقتنا النهاردة رياضة عدنا لفترة طويلة مجرد بنسمع عنها أو بالكتير نتفرج عليها في الأفلام الأجنبية، كرة القدم الأمريكية أصبح ليها تواجد وابتدت كمان تبقى منتشرة بشكل لافت للأنظار في مصر في الفترة الأخيرة. تعالوا نتكلم أكتر عن هذه الرياضة ونعرف وصلت في مصر لغاية فين وإيه هي قوانينها، كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا كابتن إسلام محمد مدرب كرة القدم الأمريكية. صباح الفل عليك. صباح النور يا كابتن، إزي حضرتك؟ صباح الهنا. وعلى فكرة دي أول مرة نستضيف حد بيتكلم في كرة القدم الأمريكية لأن هي مش حاجة كومن طبعا في مصر، فحابين نعرف منك كابتن إسلام في البداية أصلا ازاي دخلت عندنا وهل في اصلا لعيبه عندنا بتحبها ومتالقين، واحنا بنتكلم على مستوى فرق ولا انديه ولا منتخبات، يعني خلينا نعرف منها. تمام. هي اللعبه في مصر بقى لها حوالي اكتر من 15 سنه بس هي ما كانتش منتشره قوي الفتره اللي فاتت، بقى لنا 5 سنين كده اللعبه بتنتشر، ان احنا بيجي لنا لعيبه من بره ومدربين من بره بتقعد معانا اكتر من البداية كانت المدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية بتهيألي دي حقيقة، يعني كانت بدايتها في الجامعات أكتر حاجة. أوكي. بعد كده في دخلت نوادي، قعدت فترة كبيرة في النوادي ولعبنا ماتش منتخب كان مع منتخب المغرب، بعد كده عملنا أكتر من 8 فرق وبقى في فرق بنات وفرق أولاد بنلعبها كل سنة، دوري كل سنة بيتعمل متنظم معاده، وبقى لنا 2 سنين أهو الحمد لله بيجي لنا بتاع
كل مره مدرب من بره او لعيب من بره، لحد ما بقت 8 فرق لازم يجي لهم كل سنه لعيب او مدرب من بره يعرفنا اللعبه اكتر ويفهمنا في اللعبه اكتر بكتير من اللي احنا وصلنا له. كل سنه لازم يجي مدرب من بره؟ لازم. مش في مرحله معينه المفروض نبتدي نعتمد على اللي عندنا جوه بقى؟ ما هي الفكره ان انت مهما بتوصل في اللعبه دي بتحاول تنفولف اكتر الفكر اللي بره، ان انت مهما بتدرس لسه برضو مش هتوصل اللي بره عشان اللعبه مش منتشره عندنا ولا الثقافه كلها عندنا في الحته دي. بس انا عايز اسالك على حاجه برضو، يعني انت بتتكلم في 15 سنه اللعبه دي موجوده، بس هي فعلا ما مش كل الناس تعرف، يعني لان هو ما تعرفش لان ما فيش حاجات على الارض حصلت خلينا نلتفت ليها برضو، خلينا نبقى صرح. هي ولا ده نقص اعلام مثلا في التغطيه؟ هي دي حقيقه، يعني احنا اللي ناقصنا بس ان اللعبه تتعرف شويه اكتر. يعني احنا الحمد لله ان احنا ابتدينا نطلع، تعرفنا على قناه الاهلي والحمد لله، فبنحاول الفتره الجايه ندخل النوادي يبقى لينا فرقه في كل نادي، دي هتفرق معانا جامد. لان احنا السنه اللي قبل اللي فاتت جالنا فرقه من امريكا لعبت معانا وفرقه من المغرب، دي فرق بنات. السنه اللي قبليها جت فرقه الامارات لعبنا منتخب مصر ومنتخب يعني الامارات، يعني بنات بيلعبوا بنات، هنا عندنا فرقه بنات. اوكي. اللي قبليها كان منتخب مصر ومنتخب الامارات ولعبوا ماتش كان حلو جدا وكان متغطي اكتر، بس كان كلها بتبقى على النت، يعني ما فيش دخلت الميديا لسه ما دخلتش عندنا قوي كده. هل الرياضه دي ليها اتحاد في مصر؟ اتحاد بس اتحاد خاص، يعني مش اتحاد تبع يعني اتحاد تبع افراد، يعني احنا فرق متجمعه تحت بند اسمه إفاف. إفاف ده هو اللي بينظم الدوري كل سنه، هو اللي بينظم الماتشات، هو اللي بينظم الحكام، هو الكلام ده كله. احنا برعايه افراد، ليه مش كيان؟ ليه مش جهه؟ ليه مش وزاره شباب ورياضه؟ ليه مش تحت مظله كيان يقدر يتولى بقى كل الحاجات المتطلبات الرياضه دي؟ هي دي احنا حاجه بنتمناها، يعني احنا حاجه بنتمناها الفتره اللي جايه ان وزاره الشباب تدعمنا في الحته دي. اللعبه منتشره جدا، ان احنا بنتكلم في اكتر من 600 لاعب ولاعيبه بيلعبوا كل سنه في اوقات يعني موجوده متحدده، ناقصنا بس ان احنا نبقى لنا يعني كيان نقدر نعلى بيه، ندخل في الميديا اكتر، نتذاع على التلفزيون، الكلام ده هيفيدنا جدا. واللعبه كثقافه، هي اغلبيه المصريين عندهم الثقافه دي، عندهم الفكر، عندهم الفكره دي، طلعوا شافوا يعني شافوا الافلام، شافوا الكلام ده كله. حتى لما بنيجي نتكلم مع حد نقول له ان احنا بنلعب اللعبه دي يقول لك اه ايه ده، دي موجوده في مصر، ده انا نفسي اجرب. فاحنا بس فاضل لنا حته صغيره ان النوادي تدعمنا وان احنا ندخل جوه النوادي واللعبه دي هتنتشر بسرعه جدا في مصر. طب اتكلمتوا حاولتوا مع اي مثلا انديه تعرضوا عليها الفكره تقول لهم احنا عندنا يعني بوتنشال كبير في لعيبه مستواها كويس لو لعبنا لو دخلنا اللعبه، ولا كلها اماني؟ احنا بنحاول 15 سنه في الاماني. والله احنا بنحاول، يعني في نوادي دعمتنا ولعبنا ماتشات على ارضها، لعبنا ماتشات على الاستاد الاولمبي، لعبنا في كذا حته، بس هي الفكره ان في حته الاخيره دي ما بتكملش. يعني احنا الحمد لله عندنا لعيبه دلوقتي بتلعب في انجلترا، لعيبه بتلعب في المانيا، لعيبه طلعت بره واثبتت نفسها كويس قوي. فاضل بس ان احنا الباقي ده يتحط عليه اللي هو السبوت لايت. بس ازاي خدوا يعني ازاي جالهم العقد؟ يعني هل حد جه اتفرج على المستوى هنا ولا هم اللي قدموا واتقبلوا؟ لا هم قدموا بره واتقبلوا، يعني احنا حاولنا يعني حتى المدربين الاجانب اللي جولنا حاولوا ياخدوا لعيبه معاهم بره، وفي لعيبه نجحت، في لعيبه طبعا رجعت تاني. بس هي الفكره ان احنا نطلع بس، يعني احنا لو طلعنا او لعبنا ماتشات منتخب اظن ان احنا هنلاقي لعيبه كتير مصريين بتلعب بره ومستريح قوي. اوكي. هي عموما اللعبه دي يعني قوانينها ايه؟ عدد اللاعبين في كل فريق بيكون قد ايه؟ نظامها ايه باختصار؟ باختصار هي اللعبه دي بتناسب اي حد، يعني احنا اللعبه دي مش بتحتاجش جسم معين، ما بتحتاجش ذكاء معين، ما بتحتاجش سن معين، فيها التحامات قويه. ما هي حتى بيبقوا لابسين حاجات معينه عند ده دي كلها عشان السيفتي، يعني احنا اللعبه الاكثر سيفتي، يعني احنا قوانين اللعبه اكتر من اي لعبه موجوده في العالم. احنا الرول مثلا الرولز عندنا مش بعيد تبقى اكتر من الكوره اضعاف عشان تحافظ على السيفتي بتاعت اللعيب، عشان اللعيب ما يتصفش. فحتى سن احنا في مصر بنبدا من سن 16 سنه او 18 سنه عشان اللعيب بيكون واعي. بنبدا بحوالي 11 لاعب في الملعب، الفرقه ممكن تتكون من اكتر من 60 لعيب، فرق البنات بتبقى اصغر شويه. بيلعبوا في الماتش بيبقوا 11 ضد 11 11 بس. وبيبقى في تغييرات كتيره لان الفرقه بتبقى متقسمه ثلاث حاجات، حاجه اسمها اوفنس وديفنس وسبيشال تيمز، كل فرقه فيهم بتبقى ليها دور معين في الملعب، دور معين بتنزل تاديه. فكرتنا ان احنا في الملعب ان انت بتكسب ارض،
بتحاول تكسب ارض من الفرقه اللي قدامك. الاوفنس بيحاول يكسب ارض، الديفنس بيحاول يوقفه لحد ما توصل لحاجه اسمها التاتش داون اللي هو يعتبر الجول بتاعنا. بس يعني طب هي دي نفس الرولز بتاعت امريكا يعني، هي جايه يعني ما غيرناهاش لما جت عندنا. هي هي لا لا بالعكس. اوكي انا عايز اسالك، خلينا برضو نعرف عنك اكتر لان يعني احنا دخلنا في الموضوع على طول. انت اصلا يعني بتدرس بتشتغل لعبه الامريكان فوتبول، انت اصلا دخلتها امتى يعني؟ خلينا نعرف اكتر. هو انا لعبت الامريكان فوتبول وانا في الجامعه، بدات فيها ولحد دلوقتي لسه مكمل. اتخرجت وانا لسه بلعب، بقيت امرن وبتمرن في نفس الوقت. بحاول اواظب بين الاثنين. متفهمش كتير ديني بقى لاعب ومدرب في نفس الوقت. هي دي حاجه حلوه ان انت انت بتحاول تابجريد نفسك لحتت تفهم فيها اللعبه اكتر. فان انت تبقى بتمرن وبتلعب بتبقى صعبه شويه، وان انت جوه الملعب بيبقى عليك دور كبير قوي، بس هي حاجه حلوه. بمناسبه الملعب، انتوا بيبقى الملعب ليه يعني مساحات معينه، ليه وضع خاص، ولا بتلعبوا على اي ملعب بس وتحطوا الكونز اللي هي المتطلبات واللي هي العزيتين؟ انكم بتسموهم ايه انتوا؟ الجول بوست. اوكي الجول بوست. يعني هل البنيه التحتيه الرياضيه في مصر تسمح بانتشار الرياضه دي، ولا هي يلزمها ملاعب معينه بتفاصيل معينه؟ لا هي ممكن تتلعب على اي ملعب 11 عادي، ان هي ان احنا بنقسم الملعب 100 يارده، وفي بيبقى 10 يارده في الاخر هنا و10 يارده في الاخر هنا. دي بتبقى عباره عن الجولز، وبتبقى متقسمه ياردات، ان انت بتحاول تكسب الياردات دي كلها طول ما انت بتلعب. فاحنا كبنيه تحتيه احنا عندنا الحمد لله ملاعب كتيره قوي ومحترمه قوي نقدر نلعب عليها، منها الملعب الاولمبي ده اللي قعدنا نلعب عليه اكتر من 4 سنين. أوكي. ده كان حلو جدا، ده اكتر ملعب لعبنا عليه. لعبنا في فرق في نوادي، يعني لعبنا على ملاعب في نوادي ثانيه بره. فهي البنيه التحتيه عندنا تستحمل، نقدر ننفولف اللعبه دي اكتر في الملاعب الموجوده دلوقتي. اوكي. وكل الفريق الموجود دلوقتي هو متخصص بس او مركز بس في اللعبه، ولا في ناس بتشتغل؟ انت مركز في التدريب وفي نفس الوقت انت بتتمرن، مفيش شغل لوحده؟ لا بشتغل يعني، بتشتغل اخصائي تغذيه رياضيين بره. اوكي. طب يعني اوكي انت بتلحق تنام امتى؟ والله بنحاول. لما انت لاعب ومدرب وبتشتغل، طب انت بتنام امتى؟ والله بنحاول، الحمد لله حاجه اللي احنا بنحافظ عليها اللي هي صحتنا والرياضه. برافو عليك، دي حاجه. لا عجبني الاصرار، فكره ان هو بيحب رياضه معينه مش واخده حيز كبير من التغطيه الاعلاميه او الاهتمام الجماهيري، بس انت مكمل فيها وبتحاول تعمل فرق وبتحاول تدخلها الانديه المختلفه في مصر عشان تعملوا منتخب. فده كويس، ده كويس جدا. يعني احنا بنحاول الحته دي، يعني الحته دي هتفرق معانا احنا قدام. يعني احنا كمصريين احنا بس فاضل لنا ان احنا ندخل الفكره دي عند المصريين، واللعبه دي هتنتشر جدا. المصريين بيحبوا اللعبه دي. المنتخب المزاريطه اللي ما كانوا بيلعبوا في جزء زلق من الكبير قوي. لا دي كانش ليها علاقه خالص بالامريكان فوتبول. ما تنكرش انها ساعدت على انتشار الرياضه. دي حقيقه، هي دي حقيقه. والله بكلمك جد، كان للموضوع ده انعكاسات. دي حقيقه. احنا لحد دلوقتي لما تيجي تتكلم حد تقول له انا بلعب امريكان فوتبول اللي طلعت مع الكبير قوي في المزاريطه، فهي واخده حيز كبير من حياتنا فعلا. احنا عاملين فريق نار. دي حقيقه. طب من وجهه نظرك كابتن اسام، ازاي ممكن اللعبه دي يبتدي يبقى فيها سبوت لايت اكبر، او مش بس تغطيه اعلاميه؟ التغطيه الاعلاميه بالمناسبه اسهل حاجه، يعني انت طلعت معانا في قناه الاهلي، انا متاكد انك هتطلع في قنوات ثانيه، دي سهله. لكن انك تخلي الناس الجماهير تركز معاك وتحب اللعبه وتشجع اولادها ان هي كمان تمارس اللعبه من هم صغيرين، وبتبقى زي السباحه وتبقى زي الرياضات الشهيره دي، هتبقى صعبه ومحتاجه بلان منكم، شورت تيرم ولونج تيرم بلان. فازاي ناوي تعمل ده؟ انت طبعا هي بقى لها 15 سنه، بس انت مش بقى لك 15 سنه، يعني انت بقى لك كام سنه تحديدا وناوي تعمل ايه بقى؟ احنا بقى لنا 8 سنين يعني بنحاول نوسع الاريا بتاعتنا، بنحاول نطلع لمحافظات ثانيه، نبقى فيها فرق، نحاول نخلي كل مفيش غير في القاهره حاليا. دي حقيقه. يعني القاهره والجيزه هي بيبقى اكتر فرق فيها. بنحاول نكبر المنطقه دي، بنحاول ندخل الفكر ان انت تربع المصريين فاكرين اللعبه دي كلها خبط اصابات الكلام ده كله. لا خالص، يعني احنا كسيفتي احنا من اكتر اللعب اللي فيها سيفتي، بتحافظ على السيفتي بتاعت اللعيب، بتحافظ على صحه اللعيب، بتخليه بيتمرن حوالي 9 شهور في السنه. مفيش لعبه اظن بتخلي دلوقتي ان انت تتمرن 9 شهور او 10 شهور في السنه عشان تيجي تلعب في الاخر الدوري. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا نحاول ندخلها في الاتحاد. اللعبه دي لو دخلت في الاتحاد هتفرق معانا جامد، ان عندنا لعبه الرجبي اللي هي لعبه شبهنا شويه بس من غير رولز، دخلت الاتحاد بقى بتدخل كاس العالم بتاع الرجبي، بقى ليها ماتشات دوليه كل شويه، ففرقت معاهم جامد، اتعرفت اكتر. بالنسبه ايه الفرق بين الامريكان فوتبول والرجبي؟ هي فرق رولز
فرق لعيبه، فرق حركات، فرق لبس. بس طبعا الكوره واحده في الحالتين؟ لا، كره الرجبي اكبر شويه. اوكي. بس نفس الشكل بتاعها. نفس الشكل شويه. بس هي الرياضه دي برضو يعني حتى لما بنتفرج على الماتشات او بنشوف يعني لقطات في نشرات اخباريه رياضيه مختلفه، دايما بتبقى مرتبطه بالعنف حتى لو يعني خارج اطار المنافسه جوه الملعب. يعني دايما بتقوم خناقات لرب السماء في الرياضتين، هي دي والهوكي. هوكي الجليد. فاكر هوكي الجليد؟ لما بتقوم خناقات ده احنا قعدنا فتره. والله قعدنا فتره مش هزار، كل خبر بنسيه عن هوكي الجليد خناقة الرب. وصل الموضوع خناقة مع الجماهير. في وقت من الاوقات كان في كده فعلا. هي دي حقيقة. بس احنا كلعبة لا، ما فيهاش، ما اظنش ان احنا في خناقات خالص بتحصل في الماتشات. في حد ادنى من مواصفات الجسمانية لازم تكون موجودة في اللعب؟ احنا كلعيبة يعني في فرق بوزيشنز، يعني احنا حوالي اكتر من 11 او 12 بوزيشن بيبقى في الملعب، فكل بوزيشن بيبقى محتاج امكانيات معينه من اللعيبه. بتشمل كل اللعيبه من كل البوزيشنز ولا بس في الهجوم بس اكتر؟ يعني الفكره الالتحام بيحصل للي معاك كوره، ان انت بتحاول ترمي الكوره لحد يمسكها وهو بيجري بتحاول ان انت توقفه. فانت بتحاول ان انت توقفه. عندنا رولز، ما ينفعش مثلا تكعبله برجلك، ما ينفعش تمسكه من ناحيه النيك اريا كلها، كل ده رولز اللعيبه. بس انت بتحاول تمسكه من عند الكتف، من عند الويست. فكلها سيفتي ان انت مش هيحصل لك حاجه. هي الفكره بس ان احنا متاخد عندنا فكره ان هي اللعبه كلها اصابات، كلها شحن، كلها خبطات. لا خالص، ممكن تاخر اهالي كتير، ممكن يبقوا هم بيفكروا دي حقيقه. دي حقيقه. بس هم لو جم اتفرجوا على الماتشات وشافوا الفرق وشافوا الحكام، ان احنا عندنا 7 حكام بيبقوا في الملعب، مش هيفهموا الفكره دي شويه. ده اسلام الراجل اتعجن. بص هو ده انا. انت اللي بتتعجن. بس بقول لك ايه، مفيش حد عارف يوقفه. بس هو زي ما شفنا عادي، اللي هو انت يعني الالتحام هيتقتل المهاجم اللي معاك. الالتحام بيبقى هو يعني اللي هو كله بيقع على نجيله، مفيش خبطات، كله محمي، جسمك كله بيبقى فيه سيفتي ان انت ما يحصلكش اي اصابات. طب والشكل بتاع الجسم، يعني انت قلت ينفع كل الاجسام، بس انا شايفه مثلا انت ليك شكل معين، مواصفات معينه. هل كل اللعيبه كده؟ لان انت لو كده وحط تاني مثلا رفيع هتبقى كارثه. دي حقيقه. صح؟ بس هي كل بوزيشن بيبقى ليه امكانياته. يعني في محتاج الرفيع، محتاجه المليان شويه، محتاج اللي بيعرف يجري، محتاجه اللي بيعرف يبزق. ايه هي المواصفات الاهم اللي لو كانت موجوده في اللاعب فهيبقى متميز قوي في الرياضه دي؟ هل هي مثلا السرعه في الانطلاق؟ هل هي القوه؟ هل هي القدره على المراوغه؟ يعني بتحتاج ايه اللعبه دي؟ اي كيو. اي كيو ان هي اللعبه زي الشطرنج، ان انت بتحاول تكسب الارض، فانت لازم تبقى دماغك شغاله في ثانيه. يعني انت المنطقه دي اتقفلت، تحاول تجري الناحيه الثانيه، تحاول يبقى عندك فوت وورك، بتعرف تحرك رجلك بسرعه، بتعرف تسويتش بوزيشن من ناحيه لناحيه. الكلام ده كله انت بتبقى محتاجه. القوه البدنيه محتاجها، بس ممكن يجي واحد رفيع مثلا وزنه 50 60 كيلو تلاقيه بيوقفك وانت مش عارف هو بيوقفك ازاي، بس هو عشان هو بيعرف يشغل دماغه بس. مش هيوقفك ازاي فعلا ابو 50 60 كيلو ده؟ من تحت بقى بيحاول يمسك من تحت. انت مالكش حاجه غير مقص حراميه في حياتك عندي يوقفك. دي حقيقه. ده لو عارف كمان. ده لو عارف صحيح على رايي. طب بالنسبه للبنات بقى، الفرقه بتاعه البنات ازاي اصلا كونتوها؟ يعني اقنعتوا البنات ازاي؟ هي الفكره ان لعبه البنات هنا بتبقى لعبه اسمها فلاج فوتبول، ما بتبقاش زينا، ما بيبقاش فيها التحامات كتيره، هي بس فلاج حوالين الوسط بيبقى نازل منه زي عالمين، لما بتشد العلم بتقف، فبتبقى محتاجه بقى السرعه والاي كيو بيبقى شغال على طول معاهم. بس احنا عندنا في مصر الحمد لله فرق البنات بجد بتتطور بسرعه قوي. يعني احنا عندنا جت فرقه من امريكا وفرقه من المغرب ولعبنا دوره، الحمد لله فرقه مصر هي اللي خدتها. طب حلو. من امريكا. من امريكا، من اصل البلد. دي حقيقة. دي غريبه. كان سن كام؟ لا احنا فوق سن ال 18، يعني احنا من بعد فوق سن ال 18 اي حد يقدر يلعب اللعبه. يعني الفريق ميكست، ما فيش سن معين؟ لا لا، ما بيبقاش من اعمار. طيب فكره ان انتوا تحاولوا تزودوا من انتشار الرياضه دي مثلا في الجامعات المختلفه، في المدارس الثانوي المرحله السنيه الاكبر شويه، هل بتخططوا للحكايه دي ولا ماشيين فيها ازاي؟ هي اللعبه بدات ان هي كانت في بعض الجامعات، يعني حوالي 4 أو 5 جامعات اللعبه بدات فيهم، وبعد كده ابتدت تتنشر بره، بقينا نعمل فرق بره. انا اقصد الجامعات الوطنيه، الجامعات المصريه. انا عارف انها موجوده في جامعات اجنبيه، موجوده من سنين، بس انا بتكلم على انها تنتشر اكتر في الجامعات المصريه في وسط الطلبه والطالبات اللي في الجامعات المصريه، جامعه القاهره وجامعه عين شمس والمنصوره واسكندريه الى اخره. هل في فرصه لجعل هذه الرياضة تنتشر في الجامعات؟ ما دي بقى محتاجين اللي هي الزقة الأخيرة، يعني محتاجين الزقة من وزارة الرياضة إن احنا نقدر ندخل الجامعات دي، ونقدر إن احنا نقدر ناخد الملاعب، نقدر ندخل نعمل زي معسكرات جوه، نعمل تمارين جوه. الناس لو شافت اللعبة دي أو عرفت إن هي في مصر اللعبة دي بجد
هيبقى ليها شعبيه كبيره قوي في مصر. جميل. فهي دي اللي بنحاول نعملها، ان احنا نوصل للحته الاخيره دي، ناخد البرميشن من وزاره الرياضه ان احنا ندخل الجامعات، ندخل بعض المدارس، ندخل الكلام ده كله. شوف 10 ولا 15 سنة 8 دلوقتي لسه مستنيين برميشن. الموضوع يعني محتاج زقه، هي يعني احنا بنحاول في الحته دي بقالنا كتير قوي، بس مش عارف ليه بيوقفونا كل شويه. يعني ما عرفتش توصل دكتور اشرف صبحي مثلا؟ دكتور اشرف صبحي جه وحضر معانا دوري قبل كده، ويعني ادانا كلمه بس. يعني ما حدش تابع معايا. طب على الاقل الاعذار اللي بتتقال لكم كتبرير للتاخير ايه؟ بيقولوا لكم ايه؟ ظروف. يعني بتبقى اغلبيتها ظروف. هل في بادجت معين هتحتاجوا الرياضه دي مثلا؟ يعني خلينا نفهم ايه الاوبستكلز، ايه المشاكل يعني؟ هي ممكن تكون محتاجه مصاريف في الاول، ان انت بتشتري الايكويبمنت دي كلها. بالعكس لو عرفنا نصنع الايكويبمنت دي في مصر، احنا مش هنحتاج نصرف ولا ربع المصاريف اللي احنا بنصرفها دلوقتي. الايكويبمنت دي فاكره ان انت بتجيبها من بره، بتجيبها من امريكا. مش قابله للتصنيع في مصر؟ سهله جدا، سهله جدا تتعمل في مصر. المشكله فين يعني؟ هي الفكره ان احنا نزود الشعبيه، نبقى معروفين، ناخد البرميشن من وزاره الرياضه ان احنا نقدر ننزل على ارض الواقع، نقدر نحضر بعض الملاعب. طب انت دلوقتي عندك برضو من ضمن الحاجات اللي من شانها انها تساعد قوي في نشر اي شيء حتى لو كانت فكره، واخد بالك؟ السوشيال ميديا. انتوا فين من السوشيال ميديا؟ وهل مثلا بتاخدوا كليبات متمنتجه من مباريات معينه وتنشروها على قد ما تقدروا، فده يزود من يعني الناس تشوفها؟ دي حقيقه، ان احنا منتشرين جدا زي على الانستجرام، زي على الفيسبوك. ساعات لما جبنا الماتشات من بره، بعض الانفلونسرز كلهم جم حضروا الماتش وصوروا اللعبه، ساعتها زادت شويه، وصلنا لان احنا كنا هنلعب كاس العالم بتاع الامريكان فوتبول السنه اللي فاتت. بعد كده حصل ظروف ما عرفناش نطلع نلعب ماتشات بره، بس فهي الفانز لو زادت شويه احنا هنعرف نزود اللعبه برضه. انتوا قاطعين شوط يعني مبدئيا، نقدر نقول ان انتوا قاطعين شوط تجاه ترسيخ الرياضه دي في مصر. دي حقيقه، ان احنا كل ده احنا اللي عاملينه، احنا اللي صارفين عليه، احنا اللي بنكبرها. يعني كل ده الانديفيدوالز نفسهم هم اللي بيحاولوا. يعني تمويل ذاتي، انتوا كل حاجه بتصرفوها انتوا. دي حقيقه، يعني احنا بنحاول حتى برضو اللعيبه لما تيجي، اللي يقدر مثلا بيشتري الايكويبمنت، اللي بيقدر يحضر نفسه، كل الكلام ده احنا بنحاول نساعد بيه اللعيبه، واللي بيقدر يعني يساعد نفسه بيحاول يزق نفسه للفتره اللي هي لحد الدوري. طب لما جت، انت قلت فرق مختلفه جت من امريكا وغيره لعبتكم هنا، جم على حسابهم الشخصي ولا انتوا اللي دفعتوا لهم؟ لا احنا دفعنا لهم برضه. الله، مجهود شخصي. مجهود شخصي ان احنا نحاول ننشر اللعبه دي على قد ما نقدر. يعني بص، الحاجه الوحيده المضيئه في الجزء الحزين ده من الحماس هو شغفكم انتوا شخصيا وحرصكم انتوا شخصيا على ان انتوا بتاوحوا ضد الظروف وضد كل الـ يعني المعوقات، ومتحملين التكاليف انتوا شخصيا. بس الحقيقه ده لازم يقف في مرحله معينه، يعني ات بوينت كده لازم يبقى فيه جديد بقى في الملف ده. ما هو ده بقى اللي احنا بنحاول، ان احنا الحمد لله دلوقتي في قناه الاهلي نحاول ندخل مثلا ملاعب النادي الاهلي، ندخل جوه النادي، نحاول ننشر اللعبه جوه النادي. واظن ان انت لو نشرتها جوه النادي الاهلي مش محتاج تنشرها في اي حته ثانيه. خلاص. تواصلت مع اي حد من القائمين على النشاط الرياضي في النادي الاهلي مثلا؟ اتكلمت معاه في الموضوع؟ لا الصراحه. طب ما دي خطوه ناقصه، لازم تتعب دي. ممكن واكيد هيبقى في ترحيب، يعني فكره حتى يعني تاخدوا وتدوا مع بعض في الكلام وتشوفوا الموضوع ممكن ياخدكم لفين. دي ممكن نحاول فيها الفتره اللي جايه، ان احنا نحاول نزق نفسنا، ان احنا نحاول ندخل جوه النادي الاهلي. رائع جدا. هي بص، هي هتبقى صعبه طبعا، شغل محتاج في الاول، بس لو تم اعتقد هتبقى حاجه محترمه جدا، وممكن تضيف للرياضه المصريه. وبعد كده بقى تاسسوا الاتحاد طبعا بشكل رسمي، وهياخد وقت طبعا، ربما سنين. بس يعني بس هو لا ما يتخافش عليه، عنده اصرار بس هيتعمل في النهايه. فيعني بالتوفيق اكيد كابتن اسلام. لو انت حابب بقى توضح حاجه عن اللعبه، لان الوقت خلاص تقريبا بيخلص، لو انت حابب تعمل رساله لحد بيسمعنا براحتك. لا انا بس بحاول الناس تاخد فكره اكتر عن اللعبه، تحاول تدخل تقرا عن اللعبه، تحاول تدخل تتفرج. اللعبه دي لو يعني لو فهمتها تحبها جدا، ان هي بتميكس بين كل حاجه، ميكس بين الرياضه، ميكس بين الذكاء، محتاجه اي كيو، محتاجه كل حاجه تبقى شغاله معاك في ثانيه الا ثانيه. فهي من اكتر اللعب اللي بتحتاج مجهود وبتحتاج مذاكره. فانت يعني ايه، مش محتاج حاجه جنب اللعبه دي. هي سن يبدا قد ايه تقريبا؟ عشان هي برده فيها شويه عنف. ممكن ولو بعد 18. طب لا لا، سن يعني سن يبدا يتعلمها؟ لا عادي، دخل ابني او 12 سنه. 12 سنه بس سن كبير ده على فكره، بالنسبه انك بتبدا رياضه.
بس احنا هنا في مصر يعني احنا ممكن نبدا من اقل من كده، بس احنا عشان في مصر ممكن نبدا من 12. اوكي ممكن بعد ذلك نصغر السن بالظبط. براعم وغيره. دي حقيقه. عموما مش مطلوب منك غير ان انت تحافظ على نفس الشغف اللي جواك ده والاصرار ده، وان شاء الله هتوصل لحاجه باذن الله. ان شاء الله. نورتنا. نشكرك على وجودك. وانا مستنيكم تنورونا، وان شاء الله في مره واحنا في ماتشات تصوروا وتشوفوا في ماتشات. فين بتلعب يا اسلام؟ احنا بنلعب هنا جنبيكم في اكتوبر. خلاص ننسقها والله مع الاعداد، وممكن ناخد كاميرا 10 الصبح في الاهلي ونصور كمان. ممكن نعمل تقرير لو في مباراه قريبه. خلاص دان. خلاص مش كلام جميل. شكرا ليك نورتنا بجد. نورك على وجودك معانا. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل تاني ضيوفنا في تاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم في الفقره الاخيره، وهنتكلم عن الوقت المفروض اللي احنا يعني زي ما حضراتكم شايفين بنخلص فيه الدوري. دوريات بقى اوروبا كلها بدات في الاستعداد للموسم الجديد. هنتكلم عن تفاصيل كتيره جدا، وهنتطرق لملفات مختلفه سواء محليا او عالميا. بس خلينا نرحب بضيفنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد همام. صباح الخير استاذ محمد، اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك استاذ نهاوند، وصباح الخير عليك استاذ كريم، وصباح الخير على الساده مشاهدي قناه النادي الاهلي. منور الدنيا كلها. اهلا بحضرتك. عندنا زي ما نهاوند بتقول ملفات كتير عايزين نفتحها معاك. عايزين نتكلم شويه عن الاهلي، وعايزين نتكلم عن المنتخبات الاولمبي والاول، وعايزين نتكلم عن الدوريات الاوروبيه وانتقالات اللاعبين الى اخره. بس انا عايز استاذنك في ان احنا في البدايه نقف عند تعليق بيتقال كتير للعيبه النادي الاهلي او عن لعيبه النادي الاهلي، فكره ان النادي الاهلي بحكم ان هو بطبيعه الحال بيشارك دايما في كل البطولات القاريه المتوفره، فلازم بتتأجل له مباريات. صحيح. فده بيكون محل انتقاد البعض. طيب مش المفروض يبقى في جدول من البدايه محطوط صح متراعى فيه مشاركات اي فريق قاريه، وبناء عليه بنحط الجدول زي ما بيحصل في الدوريات الاوروبيه المختلفه؟ طبعا في البدايه بنبارك النادي الاهلي على فريق الاهلي على الموسم المميز في كافه الاصعده محليه وافريقيه. في البدايه طبعا يعني مش مشكله الاهلي او مش مشكله الفرقه ان النهارده انا مرتبط بمشاركات سواء محليه او افريقيه، وبناء عليه مثلا على سبيل المثال في بطوله كاس الرابطه من رزنامه المباريات وضغط المباريات ما قدرتش ان انا اشارك في البطوله دي، فكانت بالنسبه لي مش من اولويه النادي. وبالتالي النهارده الرابطه مع اتحاد الكره عليهم ان هم يحطوا جدول، وفي نفس الوقت يراعوا الفرق اللي بتشارك في المسابقات القاريه وحتى العالميه. واحنا بنشوف ان النادي الاهلي اصلا ايه صعوبه هذا الامر؟ ليه ما بيحصلش بقاله كتير وبننتقد بس؟ الفكره ان احنا موسم بيضغط على موسم وموسم بيضغط على موسم، احنا بنرحل في نفس بنرحل المواسم في المواسم اللي بعدها، فبناء عليه الانديه ما بتاخدش راحه كافيه وفي نفس الوقت ما بتاخدش استعداد كافيه. على سبيل المثال مثلا احنا شايفين ان احنا خلاص الموسم بتاعنا، احنا مش عارفين احنا هنبتدي امتى بالظبط. احنا الكلام متداول ان احنا هنبتدي في نص سبتمبر. طب هل في كلام رسمي احنا هنعرف احنا هنبتدي امتى وهنشوف هنعمل ايه وكده؟ نفسه مارسيل كولر اتكلم قال لك انا مش عارف اعمل ايه، خطط ازاي للسنه اللي جايه او هعمل ايه السنه اللي جايه، وبناء عليه انا مش عارف هدي الفرقه ازاي بتاعتي راحه. وبناء عليه مثلا ابسط حاجه امبارح طلع قرار وان هو هيدي راحه 4 ايام للفريق كله علشان شايف ان الفريق مضغوط بشكل كبير بعد موسم طويل جدا. يعتبر انت بادئ من شهر 9 اللي فات، بدات في دوري ابطال افريقيا مع كاس عالم انديه مع دوري مع كاس مصر مع سوبر مصر مرتين، فبناء عليه الفريق خلاص وصل زي ما بيقولوا كده يعني جاب صفر من الناحيه البدنيه، وعليه ان انت عندك بطولات السنه اللي جايه اقوى، خصوصا انت داخل على بطوله لسه جديده اللي هي دوري السوبر افريقي او الدوري الافريقي. ودي بطوله مهمه جدا 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 عند النادي، خصوصا ان من اولويات النادي الموسم ده هيكون البطوله دي، خصوصا ان احنا بنتكلم على عوائد الماليه بتاعتها كبيره. فبناء عليه انت داخل على تحديات كبيره السنه اللي جايه، وانت في نفس الوقت مش عارف انت هبتخطط ازاي. مشكلة طبعا متكررة، مش هقول مشكلة مستجدة، هي مشكلة متكررة. البعض قال ان ده افضل يعني تنظيم ممكن ان احنا نوصل ليه هو هذا الموسم، ورغم ذلك برضو الاهلي بيعاني من ضغوطات كبيرة. كولر كان ليه اكثر من تصريح حتى بعد الانتصارات مش بس بعد الهزيمة بالامس، تحدث عن الضغوطات اللي بتعرض ليها اللعيبة، وان ده امر يعني اصبح صعب جدا لان دول بشر في الاول في الاخر. يمكن شفنا برضو امبارح في ملابسات في المباراة، طبعا بيراميدز لعب حلو خلينا يعني، والانتصار اللي هم عملوه او يعني الاحتفال اللي هم عملوه في الاخر يدل ان هم كانوا او عارفين
ان فكره ان هو يفوز على النادي الاهلي دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لهم، احنا حاسين ان هم خدوا الدوري، فامر مقبول. على كل حال الناحيه الثانيه انا هتكلم عن نفسي، انا كنت بحاول اريح لعيبه، بلاعب لعيبه او بشارك لعيبه ما كانش عندها الفرصه انها تشارك قبل كده، غيرت تماما طريقه اللعب، اتى ثماره مش افضل حاجه، لكن في الاول وفي الاخر برده كان في حاجات في التحكيم، كان في اضاعه وقت باين بشكل كبير. انا ما حبيتش اقول الكلام ده في الانترو، لكن احنا في الفقره الحواريه هنتكلم بقى بالتفصيل بصراحه، لا نعلق الاخطاء على شماعه لكن بنسرد الواقع اللي حاصل. ففي اضاعه وقت متعمد، في تلاحم وخبطات وعنف في اللعب مع لعيبه النادي الاهلي، في تعدي حصل، شفنا بس اللقطه من رد فعل اللاعب بتاعنا، نختلف او نتفق اكيد الموقف كان ما ينفعش ان هو يحصل، لكن احنا ما نعرفش كواليس ده ايه، ما نعرفش هذا اللاعب كل مباراه مع الاهلي بيعمل ايه، ففي حاجات كتيره ما كانتش باينه للعين المجرده. خلينا نتكلم في ده. طبعا من ناحيه المباراه، مباراه كانت بالنسبه لنا يعني مباراه كان هدفنا ان احنا عاوزين ناخد الدوري، لا هزيمه، لكن في الاول وفي الاخر انت حققت الهدف المطلوب وانك خدت الدوري. مش عاوز ابص على المدى القريب، انا ببص على المدى البعيد، خصوصا ان زي ما انا ذكرت اللعيبه يعني في مجهود بدني يعني قدموه اعلى مستوى، فخلاص انا بالنسبه لي مش هطلب منهم اكتر من كده. الناحيه الثانيه بيراميدز اكيد النهارده هو هدفه ان هو النهارده اكسب الاهلي، احقق الفوز، وما فيش اي فرقه في المطول 33 جوله او 32 جوله اللي فاتت من ناحيه النادي الاهلي ما فيش فرقه قدرت تكسبهم، خصوصا ان الاهلي احنا بنشوف طول السيزون بيكسب سكور ما بين ثلاثات واربعات واداء، وفي شغل معمول على ارض الملعب، فبالتالي كان في حماس عن نادي بيراميدز، خصوصا ان هو يعتبر ده اخر مباراه ليهم الموسم ده، فخلاص هو يعني يعتبر بالنسبه له ده مباراه نهائيه بالنسبه له. كمان يعني الموسم ده الاهلي قدر ان هو يحقق اكتر من انتصار على بيراميدز، وقدر ان هو ياخد منه بطوله بالزبط. سواء كاس مصر او سوبر مصري، فدي بالنسبه لهم كان يعني زي ما بيقولوا كده رد شويه على النادي الاهلي، لكن في النتيجه او المحصله انت حققت كل شيء. ما انت بتلاعبني برضو وانا خلاص عارف لو انا خلصان صحيح. انت جاي تكسبني وانا خلصان صحيح. يعني حرفيا فيعني صحيح، فهو في الاول وفي الاخر انت حققت المطلوب. كولر حقه ان هو نفسه عاوز يحقق انجاز بقى شخصي بالنسبه له او للنادي كمان، ان هو ما حققت يعني انتصارات، خمس بطولات اللي شارك فيهم وفاز بيهم. صح صح، وفي نفس الوقت يعني كانت البدايه بعض الشيء كانت الناس قلقانه، خصوصا في دوري ابطال افريقيا قدرت انك تحول الشكل لحاجه خرافيه او حاجه غير طبيعيه، انك تقدر انك تاخد دوري ابطال افريقيا مع بطولات محليه. السيزون اللي جاي اكيد كولر بيفكر، واكيد الاداره اعلنت بشكل رسمي او صريح سواء في شركه الكوره او في لجنه الكوره، بمعنى اصح ان احنا وصلنا للقمه، احنا الصعوبه في انك بتحاول انك تحافظ على القمه، ودي حاجه ما هياش سهله طبعا، خصوصا انك داخل على بطولات كتيره سواء كان سوبر افريقي او دوري افريقي او كاس عالم انديه تاني، واحنا شايفين حتى على سبيل المثال مثلا في كاس العالم الانديه شايفين استعداد نادي اتحاد جده في الصفقات والكده، فمعنى اصح ان انت بتبص مدى بعيد، عندك محطات وعندك شغل كتير جدا هتفكره في الفتره اللي جايه. انا عايز اقف بعد تفصيله كده، هو هي مرتبطه الى حد بعيد برد فعلك انت الشخصي وانت بتجاوب على سؤالنا، هو انت ساعه ما كنت بتقولها كده وانت بتاثر جدا وحسيت ان الدمع هتفر من عينك، جمله ان كان نفسنا نخلص الموسم بلا هزيمه، يبقى صحيح. موسم كامل صحيح. بلا هزيمه. عايز اعرف المنطق اللي الاهلاويه بيشوفوا بيه الامور. احنا بنتكلم على ان احنا خدنا خمس بطولات في زمن قياسي صحيح، الدوري محسوم ومن فتره طويله ودرعه موجود عندنا، موسم كامل من اي بطوله لو هنتكلم على الدوري، احنا قلنا لعبنا 33 ماتش، لما تخسر ماتش واحد انا بس عايز اعرف المنتاليتي اللي الناس اللي زعلانه بمجاهده حتى عشان العين والله يا كريم يعني طبعا ان انت تخلصي موسم كامل بلا هزيمه يعني تاخد العين المباراه دي وتروح وطبعا حاجه للتاريخ، بس لو هزيمه واحده وليها ظروف وملابسات اكسبتبل طبعا، ايه بقى طبعاً يعني أكسبتبل. ايه البيج ديل اللي في الحد؟ هو الاهلاويه معروفين يعني احنا مثلا دوري ابطال افريقيا احنا كسبنا الماتش الوداد وخلصنا، بنفكر في النسخه اللي جايه، احنا عاوزين نكسب البطوله، لا مش بس كده، احنا عاوزين النسخه الجديده او النسخه الاولى في الدوري الافريقي، احنا بنفكر ان احنا نكسب البطوله، خصوصا ان هي بطوله بالنسبه لنا يعني سهله انك تكسبها بحكم ان البطوله مدتها قصيره، وفي نفس الوقت مباراه ذهاب واياب وحوالي ثلاث ماتشات او ثلاث يعني ثلاث ما بين ربع نهائي ونص نهائي ونهائي،
وتكسب البطوله. فهو الفكر دايما ان احنا عاوزين نكسب على طول ايا كان وايا كان الظروف، حتى لو احنا داخلين مثلا بظروف حتى بلعيبه معينه او لعيبه يعني مجهده او لكن برضه احنا عاوزين نكسب بقى، مش عاوزين نخسر. يعني انا لو حتى ما قدرتش اكسب بس ما اخسرش. ما هو الاصرار على الفوز والانتصار اكيد حاجه لطيفه جدا ومن شيم الكبار ويتماشى مع جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيحقق فعلا كل البطولات، لكن ساعات بنبقى احنا متعسفين شويه. ما هو رؤيتنا للموضوع ده بتشكل ضغط بطبيعه الحال على اللعيبه وعلى الجهاز الفني. الحكم ان الجمهور ده اللي ما بيجيبوش هزيمه في وسط 35 ماتش مثلا. طالما دخلت النادي الاهلي اعرف انك هتكون مضغوط على طول في اي وقت وفي اي مده. وده معروف للجهاز الفني وكولر عارف الكلام ده كويس، وفي نفس الوقت اللعيبه عارفه الكلام ده كويس. انت اول ما تدخل النادي الاهلي عارف ان انت كل بطوله هتدخلها وكل مباراه هتدخلها سواء وديه او رسميه لازم تكسبها. احنا مثلا في كاس العالم للانديه لعبنا ريال مدريد، مع احترامي اي حد داخل المباراه هيقول طبعا الفوز لريال مدريد، لكن احنا بالنسبه لنا خارجين من المباراه واحنا زعلانين، وكنا شايفين ان الفرقه كانت ممكن تقدر ان هي تكسب ريال مدريد. وعلى سبيل المثال مثلا حتى في نهائي البطوله ما بين الهلال وما بين ريال مدريد، الهلال كان ممكن يقدر يكسب ريال مدريد. فالفكره النهارده 11 لعيب قصاد 11 لعيب، وريني نفسك بقى في الملعب وايه، ونشوف ايه ان احنا نقدر ان احنا هنعمل ايه قصاد بعض. فالنادي الاهلي خلاص طالما دخلت النادي الاهلي اعرف انك هتكون مضغوط، واعرف ان انت لازم هتمشي مع استراتيجيه الاداره وطموحها من ناحيه الضغط ومن ناحيه البطولات ومن ناحيه الاصرار انك تحقق كل شيء، وفي نفس الوقت الجمهور ما بيرحمش، وفي نفس الوقت عارف حتى لو النهارده انت جبت لي جون فوز مهم بس بكره هنتقدك لو عملت باصه غلط. بس انا نفسي نادي نقارن نفسنا بنادي عالمي في اوروبا او غيره بيعمل عدد البطولات في موسم واحد زي النادي الاهلي. انا بتكلم دلوقتي بلغه ارقام، يعني انا بتكلم حضراتكم واللي عنده اسم نادي يبعت لنا، يبعت على الصفحه. هل في موجود؟ هل ده محقق مع نادي تاني في العالم؟ يعني عدد البطولات في موسم واحد اللي احنا بنتكلم فيه، عدد الماتشات اللي بتكسبها في موسم محلي، بطوله محليه بهذا الشكل. معلش انت ما تيجي تقارن نفسك، لا قارن نفسك بالاكبر بقى او الاحسن او الافضل او اللي انت شايفه اعلى منك في المستوى. مفيش مؤخرا احنا شفنا مانشستر سيتي حقق ثلاثيه، وفي نفس الوقت طموح الاداره في لعيبه مشيت، بنجدد الفرقه بتاعتنا علشان نحافظ على القمه اللي احنا وصلنا لها. شفنا واللي هي قبلها كان بكام موسم مش بتحقق معاه ده. صحيح انا يعني بكلم حضرتك في لغه ارقام، رغم يابس مثلا في انجلترا او كان انتقادات عليه علشان خاطر دوري ابطال اوروبا، هو اخذ دوري ابطال اوروبا والانتقادات هتستمر معايا برضه المواسم اللي جايه لو هو اتعصر في مباراه واحده. فانت النهارده وصلت للقمه، اعرف ان انت هتكون محل ضغط ومحل انتقادات من الجميع. بما ان انت خدت لنا اوروبا بقى، تعال نقف شويه عند مبابي والدنيا المقلوبه عليه وتلقيح الكلام المتبادل بينه وبين النادي ومتمثل في صوره رئيس النادي بطبيعه الحال. شايف الملف ده هيخلص على ايه، وفكره ان في عنده تعسف متبادل بين الطرفين؟ طبعا هو في الاول وفي الاخر دي كانت يعني هتحصل. الاداره لما جددت للاعب برضو بمعنى اصح يعني هي استنفذت كل الخطوات وكل التفاوض معاه من ناحيه الاقناع ان هم يعني حاولوا يقعدوه، لدرجه ان احنا بنتكلم ان الرئيس الفرنسي نفسه تدخل علشان يقنعه ان هو يستمر مع باريس سان جيرمان في الفتره اللي هو جدد فيها اول مره. ليه وصل الامور للدرجه دي؟ يعني ليه وصلنا عقليه اللاعب نفسه بيقول لك يا تمضي دلوقتي وتجدد يا تمشي؟ عقليه اللاعب نفسه، يعني احنا خليني نتكلم احنا عقليه اللاعب امبابي برضو من رغم ان هو من ارقام وبالرغم من بطولات وبالرغم حقق كتير في وقت زمني بسيط، لكن النهارده العقليه بتاعته يعني برضو انت مش محدد انت عاوز ايه. هل انت عاوز ريال مدريد؟ طب ما كنت تروح ريال مدريد وما جددتش لباريس وخلاص ونهيت القصه. طب انت عاوز فلوس؟ طب خلاص طالما انت عاوز فلوس استمر مثلا مع باريس، وانت كده كده بتكسب بطولات من الناحيه المحليه، وبرضو الاداره او النادي عنده طموح ان هم يحاولوا ان هم يحققوا بطولات اوروبيه. طب انت عاوز ايه بالظبط؟ حدد اللي انت عاوزه، الاداره موفره لك كل شيء. طب انت بس النتائج ليست الافضل، ما ممكن تكون أكيد. الاداره فعلا موفره له كل شيء، وتصريحات ناصر الخليفي المؤخره او الاخيره كانت كلها ان هو متمسك كان في قبل ما يغير كلامه او لما يقول له خلاص عايز يكمل مش عايز يكمل، ده امر يتعلق باللاعب نفسه. بس كان غير نبره كلامه فعلا طبعا. لكن في الاول كان في تمسك باللاعب، لكن اعتقد يعني من برضو قراءاتي يعني هو مش شايف مستقبل ليه في ناحيه البطولات المختلفه اللي هيحصل عليها
عليها بي اس جي، لان برضو ريال مدريد بي اس جي فارق كبير جدا. ربما هو حسبها بهذا الشكل حاليا مش قصه ماديه، هو يمكن عانت في الفتره الاخيره، قال لك طب تمام انا موجود معاكم حتى لو هقعد على الدكه. يعني طبعا ده في نبره عند يعني واضحه بشكل كبير، فيمكن نتائج بي اس جي وهي ليست الافضل بصراحه. يعني لو اتكلم على الدوري الفرنسي انا بلاعب نفسي، لكن على المستوى الاخر الاوروبي انا لا انا مش موجود. يعني مبدئيا الاداره اتعاملت بشكل غلط مع امبابي، بمعنى ان انت تدخل في الصفقات او تتدخل من الناحيه الرياضيه دي حاجه دي مش بتاعتك. صحيح دي مش انت بتاعتك، ملعب ده شغلك، انما شغلنا ده بتاعنا من ناحيه الاداره، من ناحيه الاداره الرياضيه. النهارده انك تتدخل في الصفقات وتقول انا عاوز فلان وعاوز مدرب وعاوز لاعب وعاوز، لا مش هينفع. النهارده انت هتخلق ازمه ما بين الاداره ما بين الجمهور وما بين اللعيبه. فالنهارده الفرقه كلها زي ما بيقولوا كده ايه يعني، ما انت النهارده مجموعه واحده، لا الفرقه النهارده هيبصوا طب اشمعنى ده بيحكم، وطب احنا برده ما احنا كمان احنا نجوم. وده احنا شفنا النهارده يعني مثلا وياكم، انت كنت بتتكلم على وجود ميسي ووجود نيمار ووجود امبابي ما حققوش اي شيء حاجه رغم من الاموال اللي اتدفعت فيه. طب النهارده الوضع اتغير، ان احنا زي ما هواني ذكرت وقالت ان ناصر الخليفي اتكلم واللغه اتغيرت، وهو فعلا قال ان باريس سان جيرمان اكبر من اللاعب. واحنا شفنا النهارده خلاص، النهارده انت طالما انت مش عاوز تجدد خلاص انت بره القايمه وبره المعسكر، ومسافرش فعلا معاهم. صحيح ومسافرش معاهم، ودي مؤشر يعني ما كناش متوقعين ان باريس سان جيرمان يعمل كده مع لاعب يعتبر مش اسطوره باريس، ده اسطوره فرنسا وعند الفرنسويين كلهم. فالنهارده انت بالذات بعد كاس العالم الاخير اكيد طبعا، وخصوصا انت بتتكلم ان ده يعتبر يعني المستقبل بتاع فرنسا، ولا يكون مثلا من كام في 10 15 سنه جايين كمان. فالنهارده يعني انت بتوصل لمرحله زي ما بيقولوا كده، انت وصلت للمرحله الاخيره، يا اما هتجدد يا اما هتمشي. وهو احنا بنشوف ان الفتره اللي جايه زي ما بيقولوا كده ايه هيكون ضغط على الطرفين، ولكن الوقت مش هيكون لصالح باريس سان جيرمان. بمعنى النهارده ان انا لو ما جددتش انت كده كده في يناير هتمضي، وفي الصيف هتمشي فري. وهو برده في نفس الوقت الولد عاوز برده يلعب، خصوصا ان هو عاوز يحافظ على تالقه وعاوز يحافظ على نجوميته. فهو النهارده الوقت مش هيكون لصالح الطرفين. الكسبان في الموضوع ده على ما اعتقد هو النادي اللي عاوز يشتريه، ومعنى اصح هو ريال مدريد. بمعنى ان هو شايفين ان احنا في مثلا وليكن باريس سان جيرمان كان محدد 200 مليون 180 مليون، وبنتكلم ان باريس في الفتره اللي جايه ممكن يخفض ل 130 مليون. فالوقت برضو عاوز باريس يلحق عشان ياخد اي فلوس من وراء عائد لاعب عشان ما يطلعش خسران. صحيح. تمام صحيح. مين اللي كان ناصح بقى من الاثنين؟ هل ميسي اللي اختار؟ انا وهنا هنبعد عن المقابل المادي، مش هتكلم في فلوس، بتكلم على كواليتي اختيارات اتنين من اقطاب كره القدم العالميه، كريستيانو رونالدو وميسي. في ناس بتشوف ان ميسي اختار الروقان، فكره انه يروح في دوري يعني انت فاهم على قد الايد ما فيهوش اي منافسه تقريبا. طبعا مفيش هبوط. في حين ان كريستيانو رونالدو ممكن يبقى المقابل المادي ضخم بطبيعه الحال، لكن وخصوصا بعد اللي ابتدى يستجد كل يوم والتاني في الفتره الاخيره، ومزيد من نجوم واقطاب العالم هيروحوا على الدوري السعودي، فده هيخلي هيفرهد برضو يعني كريستيانو رونالدو الفتره الجايه، وهيضطر يلعب مع منافسين اقوياء في فرق سعوديه مختلفه. الدوري السعودي احنا بنتكلم في على الاقل ما بين موسم او موسمين بدا يستقطب نجوم. اي نعم الوقت دلوقتي اتغير بشكل كبير جدا، اموال بشكل بتدفع بطريقه يعني رهيبه، وفي نفس الوقت بيستهدفوا الفئه الاولى. لو انا ما قدرتش احقق الفئه الاولى بحاول اجيب البديل، بس في نفس الوقت برضه بحافظ على الهدف بتاعي. بداوا بكريستيانو رونالدو، وكان الهلال عاوز ميسي، ما قدرش ان هو يحقق ميسي، لكن احنا شفنا ان هو قدر ان هو يحقق تعاقدات بشكل كبير جدا. وممكن انديه اوروبيه كانت مثلا وليكن سيرجي سافيتش مثلا مع لاتسيو، انديه كبيره في اوروبا كانت عاوزاه ما قدروش ان هم يجيبوه، الهلال قدر ان هو يجيبه. روبن نيفيز كذلك، كاليدو كولوبالي من سنتين ثلاثه كان اموال بشكل كبير لنابولي علشان يشتروه، وفي نفس الوقت كان رئيس نابولي كان بيرفض. فالنهارده احنا بنشوف ان هم بيختاروا نوعيه اللعيبه، مش بنقول بلغه الكوره اللعيبه هتعتزل او خلاص شطبت كوره، لا ده لعيبه لسه ممكن قدامها 3 و4 و5 سنين بيحافظوا محافظين على تالقهم ومحافظين على. بس الارقام لا تناسب ال 3 4 5 سنين، يعني الارقام اللي بنسمعها ارقام انت بتاخد بقى لسه واحد عنده 22 سنه بيكمل معاك. تمام. هيوج يعني صفقه زي جوتا مثلا في الاتحاد السعودي او اتحاد جده، لاعب عنده حوالي 24 سنه كان نجم في سيلتيك اسكتلندي، وهو السبب ان هو يجيب لهم الدوري مثلا، جايبينه بحوالي 30 مليون.
تمام، احنا بنجيب مثلا شايفين بنزيما اللي هو كان يعني ما شاء الله عليه، وبرده اللي يروح الاتحاد السعودي ده برده يعني معنى اصح صفقه نعم مفيده لفرقتي، بس على المدى البعيد انا اي نجم هحاول افاوضه، انا عندي بنزيما وعندي كانتي وعندي جوتا وعندي فابينيو لسه، فالنهارده هعرف اجيب فيما بعد، هعرف اجيب اللعيبه اللي انا عاوزها. الوضع في الدوري السعودي خلاص احنا شايفين النهارده كل الصحف العالميه بقت بتتكلم شبه يوميا عن الدوري السعودي، فالموضوع دلوقتي يعني يعتبر الدوري السعودي استحوذ عن المسابقات في اوروبا كمان. هنرجع للدوري السعودي مره ثانيه وهنتكلم عن تطوير اي دوري كان، هل هو بيتم عن طريق الصفقات ولا هو المفروض يتم عن طريق قاعده الناشئين وتاخد بقى المده بتاعتها، وبعد كده اتكلم ان فعلا الدوري السعودي اصبح بالمحليين اكتر من الصفقات اللي هي الاجنبيه دوري قوي، لان الموضوع ليه اكثر من معيار بتهيألي لا يقاس بس بحجم يعني الصفقات والمبلغ المالي اللي انا بدفعه او البادجت بتاعتي. على كل حال فاصل وهنرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ محمد همام، خليكم معانا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الدوري السعودي والتطوير اللي حاصل، ومع ولا ضد فكرة ان انا لو عندي رأس مال جيد ان انا استثمر واجيب لعيبة عالمية، وطبعا كل اسم منهم اكبر من التاني، وابتدي ان انا اعمل ترويج للدوري عندي، طبعا بالتالي هتكون يعني صفقة برضو اكيد ده. لو اتكلمنا عن ده مع كريستيانو رونالدو في البداية قلنا فعلا يعني في نجاح كبير جدا من الجانب السعودي انهم يعملوا ماركتينج للسعودية بشكلها الجديد بالتطوير والحداثة اللي كانت مطلوبة منذ زمن طويل جدا بصراحة، ونرجع نقول لهم بجد شابوه على هذا التطوير اللي حاصل. لكن على مستوى كرة القدم هل هو تطوير أستاذ محمد ولا هو فكرة لغة رأس المال اللي بتتدخل في كل شيء حاليا، وبالتالي أنا مش بعمل قاعدة ناشئين قوية وبطور الدوري عندي، أنا بعمل تجميل من الخارج وبالتالي صفقة كماركتينج للدوري نفسه، بتشوف ده إزاي؟ هو رأس المال طبعا مهم في كل شيء، لكن هدير رأس المال ده ازاي؟ النهارده إدارة رأس المال مش عامل سهل على فكرة، لكن أنا النهارده أقدر أستعين بناس يقدروا إن هم يحاولوا يديروا رأس المال ده بشكل مميز، بمعنى إحنا اخترت الأربع الأندية وهو كان الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي، بيعتبرهم إن هم أكثر جماهيرية في المملكة العربية السعودية، فبنتكلم من النهارده طلبت من الانديه دول انكم تتعاقدوا مع صفقات كبيره، الموضوع تارك ليكم ان انتوا تختاروا الصفقات وتدخلوا في مفاوضات، لكن شوفوا انتوا هتختاروا وتجيبوا مين، وزي ما بيقولوا كده اديتك الكوره والكوره في ملعبك انت. النقطه الثانيه احنا بنشوف ان الانديه الاربعه قدروا بنسبه كبيره ان هم يحققوا صفقات يعتبر من الفئه الاولى. اي نعم في صفقات ثانيه انا بعتبرها كلام ترويجي مش صفقات رسميه، وليكن مثلا كان كلام متداول مثلا عن هاري كين مثلا للنادي الهلال، او مثلا كيليان امبابي حتى ارتبط بالهلال ان هو يلعب موسم واحد وبعدها يمشي فري ويروح. حياتك وارد يعني انت مستبعد الفكره، وفعلا انا ممكن انا بفكر انا فكرت فيها حتى لو يعني هقول له لو 10% حتى، ان النهارده عقليه النهارده والدته حتى فايزه بمعنى اصح، فايزه عماري بمعنى اصح، انت بتتكلم في واحده يعني بتحب الفلوس او بتعشق الفلوس، فليه ما تروحش اللي انت بتقول عليها كده بعد اللي صح نقول لها، فهي تقول ليه ما اروحش حتى الموسم ده 200 مليون وبعدها اروح لريال مدريد. والله تفكير منطقي، انا لو ابني جايب لي عرض ب 200 مليون هوديه والله يعديها لعيب. وعرض كمان مغري النهارده، عرض مادي على فكره عادي، وعرض مغري انا النهارده سنه واحده وتبقى انت بعدها فري، روح النادي اللي انت عاوزه، بس انا حققت الهدف بتاعي ان انا جبت كيليان امبابي. بعدها في ده لو بعدها هيتوفى مفيش مشكله خالص. وبعدها ان انا حققت الفكره اللي انا عاوزها، ان انا جبت اعظم لاعب دلوقتي في يعني على خلي بالك هم ممكن يبقوا عاملين الاثنين، يعني هرجع تاني لسؤال نهاوندر حضرتك، فكره ان انت بتشتري اهم الاسماء عشان تطعم بيهم الدوري بتاعك وبناء عليه تبتدي تسوق له. صحيح. والاسماء دي زي ما هي جاذبه للمشاهدين من حول العالم اللي عايزين يتفرجوا على كريستيانو رونالدو وعلى وعلى وعلى، هما كمان جاذبين لغيرهم من نجوم واخطاب كره القدم. صحيح. اللي هيتشجعوا بدورهم ان هم يجوا. صحيح. ممكن يبقوا عاملين الكلام ده وفي نفس الوقت شغالين على، ودي النقطه اللي كنت بتتكلمي انت عليها نهاوند، فكره ان هم بقى يعني عملوا ده بالفعل، عملوا رموا طوبه في المايه الراكده خلوا العالم كله يتكلم عن الدوري السعودي، وفي نفس الوقت شغالين على قطاع الناشئين ويأسسوا أجيال مستقبلية، لأن كل النجوم اللي هم جايبينهم كبرهم كم موسم هيقعدوا معاهم فيه؟
احنا بنتكلم. لا والله يعني احنا مثلا نادي الهلال اللي هو يعتبر يعني اكتر نادي بيمتلك لعيبه سعوديه للمنتخب السعودي، وجود سافيج لسه حوالي 28 سنه، وجود روبن نيفيز برضو في يعني حوالي 27 او 28 سنه، كاليدو كوليبالي كبير شويه حوالي 31 سنه. فالنهارده النجوم دول هيستمروا معاك على الاقل 4 5 سنين. اي نعم عقودهم كلها معموله لثلاث سنين او سنتين كمان، بس في نفس الوقت النهارده انا بحاول النهارده اعمل ترويج للانديه بتاعتي وللدوري بتاعي، وده هيفيد معايا المنتخب السعودي النهارده لما انا بكون في احتكاك مع النجوم الفئه الاولى، ده بالنسبه لي هيكون مفيد ليا. وانا شفت مثلا تجربه الدوري المنتخب السعودي في كاس العالم الاخير ومع مباراه الارجنتين، او حتى مع في دور المجموعات مع المكسيك وبولندا، كان المنتخب السعودي ممكن ان هو يقدر ان هو يوصل لدور ال 16. ففي نفس الوقت النهارده انا شايف النهارده الانديه السعوديه بتستعين بمديرين رياضيين اجانب مع شرط صندوق الاستثمار السعودي على الانديه الاربعه بانهم يستعينوا بمديرين تنفيذيين لاجانب برضه، وخصوصا يكونوا عملوا في انديه في الدوري الانجليزي او في دوري ابطال اوروبا. كل ده مهم بالنسبه لي النهارده ان هيشتغل عندي هيفيد معايا الفريق الاول وهيفيد معايا قطاع الناشئين. احنا بنشوف الدوري السعودي او الفرق السعوديه في السنين الاخيره بقت منافس اساسي بطريقه كبيره جدا بشكل كبير جدا في بطوله دوري ابطال اسيا، وهي البطوله المهمه والاساسيه في القاره الاسيويه. وبنشوف شفنا نادي الهلال السعودي في نهائي كاس عالم الانديه وكان واقف يعتبر ند ريال مدريد، وبنشوف كمان في الفتره الحاليه والفتره اللي جايه بيحاولوا يعدوا نادي الاتحاد في ان هو ينافس على النسخه لكاس العالم للانديه اللي هتتقام في السعوديه نهايه العام الحالي. فالنهارده التفكير ان انا عاوز اكون الانديه بتاعتي بتكون في مصاف الانديه العالميه. احنا بنشوف حتى نادي النصر على سبيل المثال داخل المعسكر بيلاعب انديه زي بنفيكا وبيلاعب باريس سان جيرمان وبيلاعب انتر ميلان. فالنهارده الانديه بتاع السعوديه دلوقتي ما بقتش في احتكاك مع انديه منافسه سواء كان انديه اسيويه او حتى انديه عربيه، لا لا، بالنسبه لي هدف ان انا اكون في مصاف الانديه العالميه. طب احنا بالنسبه لنا احنا بقى مصر، لو انا هتكلم ليه الحركه دي كلها؟ ليه كل دي في احنا مش عارفين الدوري بتاعنا هيبتدي امتى؟ كل ما اتكلم عن مش عارفين الدوري بتاعنا هيبتدي امتى؟ والله ليه كده؟ مش عايز اسال. مش عارفين الدوري بتاعنا احنا بنتكلم والله. طب بص سحبنا السؤال، ايه رايك؟ مش عارفين الدوري بتاعنا هيبتدي امتى؟ مع ان احنا عندنا جانب مشرق، خلي بالك انت احتمال كبير فعلا توصلي لكاس العالم منتخب مصر الاول. ما هي دي النقطه، انت بتتكلم في امكانيات ماديه مختلفه تماما، وبرده خليني انقي المصطلح، يعني عدم التنظيم الجيد المطلوب اللي موجود عندنا في النظام في كره القدم المصريه. مش عارفه ابص لك والله العظيم، انا بسال رياكشنات استاذ محمد لو شفتوها. طب خلاص هيك سؤال وصل، قول لنا بقى. يعني انا مثلا على سبيل المثال مثلا يعني احنا بنتكلم على الدوري المصري، احنا الدوري بتاعنا السنه اللي جايه مبدئيا احنا زي ما ذكرنا مش عارفين هيبتدي امتى. لا بالعكس، كمان احنا السنه اللي جايه عندنا كم بطولات للانديه المصريه والمنتخب سواء منتخب اول او منتخب اولمبي. النهارده بمعنى اصح ان السنه دي مثلا الدوري اتلعب في حوالي 280 يوم، بالمقارنه ما بين الدوري بتاعنا الموسم الحالي مع الموسم اللي جاي مع كم المباريات اللي هتتلعب تقريبا 3 اسابيع بس، هيصفي على 3 اسابيع فاصل. يعني ما انا هقول لا مش كده، بس المقارنه مع المده الزمنيه من الدوري الحالي مع الموسم اللي جاي هيكون عندي حوالي 147 يوم. نهائي الدوري بتاعي المفروض يتلعب في 147 يوم نتيجه عندي الاهلي في بطولات افريقيه وكاس عالم الانديه والدوري الافريقي، وعندي بيراميدز في دوري ابطال افريقيا والزمالك وفيوتشر كونفدراليه، وعندي منتخب مصر في توقفات دوليه علشان خاطر التصفيات كاس عالم، وعندي في يوليو اغسطس منتخب اولمبي علشان خاطر اولمبيات باريس 2024. فبخلاف كده انا عندي بطولات محليه، سوبر مصر هيتلعب ما بين 4 فرق ودي هتبقى نسخه جديده، عندي كاس مصر القديم اللي احنا الحالي اللي احنا فيه ده لسه هيتلعب الموسم اللي جاي مع النسخه الجديده من كاس مصر، وعندي دوري مصر اللي هو البطوله الاساسيه، وعندي بطوله الرابطه. فعندي كام مباريات ورزنامه مباريات مش عارف هتتلعب امتى وهتتلعب ازاي، وده السؤال اللي انا مستني اجابته من الاستاذ عامر حسين باعتباره ان هو الرجل الاول في اداره المسابقات في مصر. هتنظم البطولات دي كلها ازاي وهتشكلها ازاي؟ ضغط هيكون هو حاول، يعني حسب ما احنا شايفين هو حاول هذا الموسم يوصل الصوره بافضل مكان، وعلى فكره
قيل ان ده افضل شكل ممكن عليه حاليا الوضع يكون موجود كجدول. هو برضو وعده والرابطة وعدت ان الفترة اللي جاية او الموسم الجديد هيكون فيه شغل افضل. خلي بالك اصل هي مش سحر برضو. يعني الموضوع الوضع زي ما يتقال ايه؟ ادي الامر الواقع، انا اعمل ايه؟ انا بحاول الاقي افضل الحلول في المتاح قدامي. ما هي دي النقطة. زي ما كنت بقول لك ثلاث اسابيع احنا تقريبا هناخدهم راحة في اوروبا. بس الاهلي مش هياخدهم راحة. الاهلي مش هياخدهم راحة. الاهلي مش هياخدهم راحة. هو المفروض يبقى. الاهلي مش هياخدهم راحة. يعني ثلاث اسابيع بيفصلونا عن الموسم والموسم. يعني انا عايز اركز على نقطه معينه كمان الى جانب النقطه اللي بتتكلم فيها. هل راس المال هو الحل؟ يعني ما احنا شفنا راس المال في كره القدم اتى ثماره مع بعض التجارب ولم ياتي ثماره تماما مع تجارب اخرى. وذكرنا امثله كثيره يعني عالميا، وقلنا بي اس جي اكبر مثال دايما بيتضرب بيه. فخليني افهم، هل احنا ما ينقصنا رأس مال، ولا ما ينقصنا نظام، ولا ما ينقصنا سيستم؟ يعني بمعنى ان انا سيستم بخطة دقيقة طويلة المدى وقصيرة المدى، ولا لعيبة، ولا ايه يعني؟ هو مبدئيا فسرها لنا في نقاط حتى من غير تفصيل. مبدئيا يعني هو لازم نظام، بحيث النهاردة اعرف الاندية تعرف تشتغل وتعرف تسوق للعيبة اللي عندها وللماركتنج دي اسم النادي نفسه. وليكن مثلا النادي الاهلي انت بتتكلم فيه نجوم وفيه يعني اسم النادي الاهلي يقدر يسوق نفسه. النهارده انا كنادي اهلي انا مثلا عندي عاوز العب مباريات وديه وفي معسكر مثلا، هلعب ازاي وعندي وقت امتى؟ طيب النهارده عندي بطولات افريقيه، هل النهارده هتديني فرصه النهارده العب المباريات الافريقيه وان انا احصل على راحه؟ ودي نقطه هتدخل على فكره في ازمه بالنسبه لنا للسنه اللي جايه، لان انت النهارده وضعت نظام وليكن مثلا ان انت بتاخد قبل اي مباراه في افريقيه لو انت بتلعب مباراه ذهاب بتاخد راحه 4 ايام، تمام؟ مع ضغط المباريات ده هتدي نفس الاوبشن ده للانديه المشاركه في المباريات الافريقيه في البطولات الافريقيه؟ دي نقطه ثانيه. فالنقطه الاساسيه بالنسبه لي هي نقطه النظام. النهارده انا لو عندي نظام هعرف بالنسبه لي هعرف اشتغل في كل حاجه، وهعرف اظبط كل حاجه، وهعرف اجيب موارد اللي بيها ان انا اعرف استمر واعرف اشتغل. النهارده راس المال اساسيه، لكن النهارده وانا ما عنديش الخبره وما عنديش ناس يعرفوا يشغلوا راس المال ده بالنسبه لي كل شيء بالنسبه لي انهار. فالنهارده بالنسبه لي احنا نموذج النادي الاهلي، لولا النادي الاهلي ولولا ان هو النهارده بيحافظ على نفسه والبطولات اللي هو قدر ان هو ياخد يكسبها وبناء عليه اخذ عائد مالي، كان هيبقى وضع بالنسبه لي هيبقى وضع كارثي. احنا بنشوف الانديه المصريه كلها بنسبه 95% حتى الانديه كلها بتعاني ماديا، مفيش غير ممكن نادي الاهلي او ممكن نادي بيراميدز، واحنا شايفين النادي المنافس شويه المشاكل اللي عنده. فالنهارده النظام هو اساس كل شيء في العالم عموما. صحيح. النهارده انا عندي زي ما ذكرنا احنا قلنا احنا داخلين الموسم اللي جاي، الانديه بتاخد راحه، بس هبتدي الموسم اللي جاي امتى؟ هتلعب بطولاتك ازاي؟ ده لأ صحيح. بس كل ده ما ينفيش ان قرعتنا في تصفيات كاس العالم كانت زي السكر. اكيد كده برضه اتمنى في المقدور عليه في اللطيف يعني. يعني اعتقد ان اقوى المنافسين على الاطلاق، احنا بنتكلم على مين؟ جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو لو انا مش غلطان، صح؟ يعني تعتبر بوركينا فاسو هي اقواهم. بص هقول لحضرتك حاجه، في القاره الافريقيه كل شيء وارد. المنتخبات بتتطور على فكره في افريقيا بطريقه يعني زي ما بيقولوا كده بسرعه الصاروخ. احنا بنشوف دلوقتي ان اللعيبه الافارقه كلهم يعتبر في اوروبا. فالسنين اللي فاتت الكرة في افريقيا اتغيرت، احنا كنا بنشوف زمان ان المنتخبات العربيه هي اللي مسيطره على افريقيا، سواء كنا بنتكلم على منتخب مصر او الجزائر او المغرب او تونس. لا الوضع اتغير شويه، احنا بنشوف دلوقتي منتخبات حتى كنا بنقول مثلا نيجيريا او السنغال او كوت ديفوار، لا احنا بنشوف منتخبات وليكن منتخب مثلا زي بوركينا فاسو او منتخب مالي، تمام؟ فبنشوف منتخبات طالعه في الساحه بقت منافسه. مجموعتنا على الورق سهله، لكن برضه في نفس الوقت لازم يعني زي ما بيقولوا كده فرصتنا جات لنا ان احنا لازم نتاهل بقى خلاص. طبعا. مفيش فرصه تانية اسهل من كده. شايف ان روي فيتوريا محظوظ، بس هو برضو في الاول وفي الاخر بيشتغل ومعاه مجموعه مش وحشه حاليا الى حد ما، وجود برضو كم شويه من المحترفين بدايه طبعا من صلاح، وجود برضو لعيبه برضو مع تريزيجيه او مصطفى محمد، وجود لعيبه الاهلي طبعا في حالتهم اللي هم قبل طبعا من ناحيه بقى الفيق، بس حالتهم دي الاهلي في على وقتها يعني طبعا. بس فاللي هو مجموعه بالنسبه له مجموعه كامله، عنده خيارات وعنده يعني اوراق كتير ان هو يشتغل عليها، لكن مش عاوزين نسيب كل حاجه لظروفها. احنا لازم نخطط، واكيد لازم يعني يكون عندنا استراتيجيه، واكيد اتحاد الكوره قالوها اول ما تعاقدوا مع روي فيتوريا احنا هدفنا كاس عالم
2026. فأتمنى ما يكونش سايبين حاجة لظروفها أو لوقتها، ونكون فعلا مخططين ومشغلين عليه. نعمل ذلك وعندنا ثقة، يعني لازم ندي الثقة ونشوف إن شاء الله يكون الوضع أفضل بكتير الفترات كمان اللي جاية، لأن إحنا نستحق وأكيد الجماهير المصرية. نورتنا أستاذ محمد، حقيقي والله ربنا يخلي حضرتك، أشكرك على وجودك معانا، وإن شاء الله نشوفك مرات ومرات إن شاء الله بإذن الله، وتوفيق للنادي الأهلي، وبالتوفيق إن شاء الله لحضراتكم لبرنامج 10 الصبح. أشكرك يا فندم. طيب احنا حلقتنا انتهت على كده، ان شاء الله يتجدد اللقاء بكره، يوم جديد وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.